باقي قنوات النهار في كل مكان وحلقه جديده مهمه جدا جدا من بلس 90. النهارده يا جماعه الكلام غايه في الاهميه، لان احنا هنفتح كل الملفات بمنتهى الوضوح والصراحه اللي انتم دايما متعودين عليها مننا. فاحنا النهارده بنتكلم معاكم كالعاده برضو بمعلومات، بنتكلم معاكم في جزئيات غايه في الاهميه، فركز معايا واحده واحده. ده في مختلف الملفات. طبعا الملف الاهم بالنسبه لنا كلنا دلوقتي الكارثه والمصيبه السوداء اللي احنا عايشينها اليومين دول، موضوع اتحاد الكره ومنتخبنا الوطني وللاسف الشديد الخروج المخزي، تمام، والفضيحه اللي احنا فيها. احنا دلوقتي يا جماعه عايشين في فضيحه، فاكيد في توابع وفي تداعيات مهمه جدا لازم نتكلم عنها، وفي مناقشه مهمه قوي قوي بخصوص الاسباب اصلا اللي ادت لكده، الاسباب. ولما حاجه هقول لك اسباب هنا، ماشي، اللي انت هتسمعه هنا صعب صعب ان انت تسمعه في حته تانية كاسباب حقيقيه واضحه واضحه من الاخر، يعني هجيب لك من الاخر خلاص. لكن في الحقيقه بس عايز ابتدي بتعزيه واجبه، لان طبعا للاسف الشديد يعني الزميل العزيز هيثم السخاوي منتير الهوى، زميلنا هنا في قناة النهار، وفاته المنية بالأمس بشكل يمكن مفاجئ، وكانت صدمة كبيرة جدا جدا لينا كلنا هنا في أسرة قناة النهار. فهو منتير طبعا برنامج بلس 90، هو واحد من الشخصيات الجميلة المهذبة المحترمة المخلصة جدا، ورجل شديد الأدب والاحترام والأخلاق في الحقيقة يعني. بشكل مفاجئ استقبلنا الخبر، وكل الناس هنا كانت بتحبه في الحقيقه. فربنا يرحمك يا هيثم ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته، وبنعزي انفسنا وبنعزي اسره قناه النهار وبنعزي اسرته يا رب. ربنا يلهمهم الصبر والسلوان، وانا لله وانا اليه راجعون، البقاء والدوام لله وحده. النهارده كمان كان عزاء معالي الوزير السابق ونائب رئيس النادي الاهلي الاستاذ العمري فاروق في مشهد مهيب في عزاء. انا اول مره في حياتي اروح عزاء يا جماعه، اول مره في حياتي اروح عزاء، اقف طابور بدون مبالغه تقريبا ساعه الا ربع عشان ادخل اعزي طابور. انتوا متخيلين يا جماعه مدى الحب والاحترام من الجميع لهذه الشخصية المحترمة الراحلة الأستاذ العمري فاروق. كل الشخصيات العامة، نجوم الرياضة، نجوم المجتمع، نجوم الفن، نجوم كل الكلام من ده، وحتى الشخصيات العادية، كل الناس كانت حريصة أشد الحرص على تأدية واجب العزاء في المغفور له بإذن الله الأستاذ العمري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي وأيضا وزير الشباب والرياضة السابق يعني. فمشهد كان مهيب، ولما حضرتك تشوف المشهد ده بالطوابير، الناس بتدخل يا جماعه طوابير والله بدون مبالغه، اللي راح شاف هيعرف ان انا مش ببالغ. انا جيت من هناك بره على هنا في الحقيقه يعني. كل اللي شاف المشهد ده جسمه يشعر، واللي يشوف كده يعرف او يكون بشكل تلقائي كده، اللي ما يعرفش الاستاذ العمري فاروق كويس يعرف قد ايه الحب والاحترام اللي كان بيحظى به الاستاذ العمري فاروق، هذه الشخصيه الجميله الجدعه المحترمه، الشخص اللي مفيش تقريبا حد بيختلف عليه، مفيش حد بيختلف على احترامه، ادبه، اخلاقه، تربيته. فمشهد يعكس مدى الحزن اللي في قلوب الوسط الرياضي بالكامل على رحيل واحد من أهم شخصيات الرياضة في مصر، وهو الأستاذ العمري فاروق. ربنا يا رب يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته، وفي الحقيقة الناس دي كلها بتدعي له بالرحمة والمغفرة، والناس دي كلها كانت على علاقة وطيدة بيه. أنا مش هقول لك في ناس تعرفه وناس تعرفوش، هو علاقته كانت رائعة بكل الناس، كل الناس، ما يتأخرش على أي حد في أي حاجة أبداً، بيحترم الصغير قبل الكبير، وطبق السمع، طبق السمع، الناس اللي تقعد تتباهى بأفعال ليها علاقة بالماضي ومش عارف إيه وكلام من ده، واللي يقول لك أصل بعمل وبسوي، يا جماعة هي السمعة اللي بتبقى، والله العظيم السمعة اللي بتبقى، مفيش أحلى من كده سمعة.
مفيش أفضل من كده سمعة، مفيش أكتر من كده حب، مفيش أكتر من كده احترام. الواحد دايما بيتمنى، لأن كلنا هنموت ودي الحقيقة الوحيدة في حياتنا، الواحد بيتمنى إن هو لما ينتقل إلى رحمة الله يكون الكلام عليه بشكل إيجابي. شايفين يا جماعة كبار وصغار، والله العظيم الناس اللي بتاخد العزاء، الناس اللي بتاخد العزاء ناس ربنا يا رب يديهم الصحة، ربنا يديهم الصحة، ناس كبيرة في السن بس واقفين بياخدوا عزاء لعمرو فاروق من حبهم واحترامهم لهذا الرجل. الرجل دولة مخلص محترم، فالسمعة هي اللي بتبقى، السمعة هي اللي بتبقى. يا رب احنا كمان نكون بنفس السمعة دي. سيد رئيس الوزراء مصطفى أو دكتور مصطفى مدبولي كان على رأس الحضور النهاردة، وعدد كبير جدا من الوزراء الحاليين والسابقين، وأيضا عدد كبير جدا من الشخصيات العامة ورجال الدولة. وربنا يا رب يرحم الأستاذ العمري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي، ويغفر له يا رب كل الرؤساء الاتحادات زي ما حضراتكم شايفين. الأستاذ مجدي أبو فريخة واحد من برضو الشخصيات المحترمة جدا، رئيس الاتحاد السلة وكده الرياضة كلها، ده الطبيعي لشخصية بهذا الكم من الاحترام والتقدير عند الجميع يعني. ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جنته، ويلهم أهله الصبر والسلوان، ويلهم أسرة الرياضة المصرية الصبر والسلوان. وهنفضل فاكرين الأستاذ العمري فاروق كلنا بمختلف انتماءاتنا، لأن مفيش أي حاجة وحشة تفتكرها للأستاذ العمري فاروق في الحقيقة، أو أي تصريح مثلا يسيء ليه، أو أي حاجة مفيش. ربنا يرحمه يا رب. اسمحوا لي بس أطلع فاصل، اسمحوا لي يعني، وبعد الفاصل هتكلم معاكم في اهلا بحضراتكم من جديد. كارثه وفضيحه منتخبنا الوطني الاول، طبعا هي كارثه وفضيحه، اي حد يقول لك غير كده يبقى بيحاول يزوق لك الكلام يجمل لك الامور. ويا سيدي للاسف الشديد يعني عدى تقريبا حوالي 22 ساعه على خروج منتخبنا الوطني، هذا الخروج المؤسف والمخزي تمام، ولحد دلوقتي لا سمعنا خبر ليه علاقه باستقاله الاتحاد المصري لكره القدم، ولا سمعنا خبر باقاله فيتوريا، ولا سمعنا اي حاجه، والناس كلها مستخبيه وكله قافل تليفوناته وكله ايه عامل نفسه مش من هنا، كله عامل نفسه مش من هنا مش معانا، ماليش دعوه انا مش موجود. وللاسف دي حاجه غريبه، مش غريبه، ممكن البعض او الغالبيه يكون بيفكر في ايه، يقول لك يا عم انا ماليش دعوه، مش انا المسؤول على المنتخب، اصل مش عارف فلان هو اللي مسؤول، اصل علان هو اللي مسؤول. لكن ما حدش بيحب المواجهه، ما تطلع كده اتكلم معانا، مش احنا بتكلم بشكل عام يعني، سواء احنا او غيرنا، اطلع اتكلم مع الجماهير المصريه، قول لهم احنا فشلنا في كذا 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 كذا، واحنا يا جماعه بنعتذر لحضراتكم كذا 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 كذا، واحنا كان عندنا بعض النقاط وهنعالجها. ده لو انتوا هتستمروا، انا شك اصلا، لانه ما ينفعش تستمر، واخد بالك. اللي يغيظ بقى اكتر، قبل ما اقول لك الخبر المهم قوي دلوقتي، اللي يغيظ اكتر انك تلاقي البعض من مسؤولي الاتحاد المصري لكره القدم والبعض الاخر من المنتفعين، وانا بعني الكلمه من المنتفعين، زعلانين من الهجوم على اتحاد الكره المصري. لا يا راجل، انتوا يا جماعه بتهزروا بكلام جد، يقول لك ما كانش ليه لازمه تقعد، ملوش لازمه، ملوش لازمه. وانتوا عايزيننا يا جماعه نطلع سواء احنا او غيرنا، ما اعرفش الناس بتتكلم في ايه، بس عايزنا بتكلم على مختلف البرامج والاعلام المصري بشكل عام يعني. وانت عايز الناس تطلع قافله بقها، عايز الناس تطلع ما تنتقدش الاتحاد بعد الكارثه والمصيبه اللي احنا فيها، ما تنتقدش المنتخب وفيتوريا بعد الكارثه والمصيبه اللي احنا فيها، ليه؟ خايف على نفسك؟ خايف على مركزك؟ انت عشان حتى لو مش عضو في الاتحاد انت منتفع، فخايف على علاقتك او خايف على الناس اللي موجوده في الاتحاد او في المنظومه عشان انت بتنتفع منهم. يا راجل بص لنفسك في المرايه، بص لنفسك في المرايه، هو في فضيحه اكتر من كده؟ هو انتوا للدرجه دي مش شايفيننا كجماهير مصريه؟ انتوا للدرجه دي مش حاسين بينا؟ هو انتوا للدرجه دي احنا مش فارقين معاكم؟ ده الواضح،
ده الواضح. وبعدين عايز اسال سؤال مهم يا جماعه، هو مش الاتحاد المصري لكره القدم ده موجود في منصبه، اعضائه موجودين في المناصب بتاعتهم كعمل تطوعي؟ مش ده عمل تطوعي؟ يبقى ما ياخدوش عليه اجر، صح ولا لا؟ صح. طيب هما الناس دي شغاله عند مين؟ عندنا. الناس دي شغاله عندنا احنا، وشغالين بشكل تطوعي، والمفروض ان انتوا بتشتغلوا عشان خاطرنا، لان انتوا شغالين عندنا المفروض يعني. طب يا سيدي احنا مش عايزينكم، احنا مستغنيين عن خدماتكم، في اكتر من كده؟ في اكتر من كده؟ ده عدى 22 ساعة انك تسمع تصريح من حد فيهم ما تلاقيش، كله استخبى وكله قافل تليفوناته وكله. انتوا فين؟ انتوا فين؟ انتوا مبسوطين بالوضع اللي احنا فيه ده؟ طب هل انتوا حضراتكم عارفين الاسباب كاعضاء اتحاد مصري لكرة القدم؟ وخلي بالك على المستوى الشخصي عمري ما اخوض في اي واحد فيهم، بالعكس لهم مني كل التقدير والاحترام على المستوى الشخصي، لكن انا حق ان انا حاسبكم كاعلام، مش انا لوحدي يعني، كمشجع حق ان انا حاسبكم على النتيجة اللي احنا فيها على المستوى الاداري، وده المفروض انه ما يزعلش حد، لكن في ناس بتزعل. بس انا هقول لحضراتكم اسباب مهمة جدا، بس هرجع لكم فيها دلوقتي لان معايا خبر غاية في الاهمية لازم اقوله دلوقتي. قبل ما اقول لك الخبر، بعثة المنتخب المفروض توصل بالسلامة بكرة الساعة 8 الصبح، معاه كمان ساعات يوصلوا، الساعة 8 الصبح ميعاد وصولهم على طيارة خاصة، واخد بالك طيارة خاصة دي؟ واخد بالك من طيارة خاصة دي؟ التكاليف كام بقى الطيارة الخاصة دي؟ 177,000 دولار، صح ولا لأ؟ 100 كام؟ 177,000 دولار. دي تكلفة الطيارة الخاصة. دي تكلفة الدلع اللي البعثة اتدلعته. خلاص؟ بإيه؟ بإيه؟ بمعسكر في منطقة كلها دلع في دلع، يعني ما حدش أثر معاهم في حاجة في العاصمة الإدارية الجديدة. كامل الامكانيات متوفره وكامل كل اللي انت بيجي في خيالك موجود، وعلى راسها طبعا مقابله رئيس الجمهوريه فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، كل حاجه اتعملت. انتوا مالكوش حجه، لكن طالما محدش بعت استقاله يبقى الحساب المفروض من 8 الصبح بكره، ده اللي انا اعرفه. لكن ايه اللي حصل بقى النهارده؟ لا انا هقول لك كواليس دلوقتي اول مره هتسمعها، أول مرة. عزيزي المشاهد، النهاردة كان في مكتب وزير الشباب والرياضة، كان في حالة غضب ما حصلتش من فترة كبيرة جدا جدا، والوزير كان في أشد حالات الغضب. خلاص أنا بوصف لك الحالة قبل ما أقول لك بالظبط اللي حصل. اتكلم مع قيادات الوزارة، تمام، اتكلم في أسباب الخروج المخزي للمنتخب، اتكلم في بعض الامور اللي ادت الى ذلك، تمام. مباشره بقى، وده الانفراد اللي هقوله لحضرتك دلوقتي، النهارده الظهر بالتحديد اتبعت جواب شديد اللهجه للاتحاد المصري لكره القدم من قبل وزاره الشباب والرياضه، من مكتب الوزير نفسه الدكتور اشرف صبحي، جواب مبعوث في بعض البنود المهمه جدا. خلاص، أهم هذه البنود، الوزارة قالت للاتحاد المصري لكرة القدم أو لأعضاء الاتحاد يعني، قالت لهم يا جماعة، وبالتحديد يعني الرئيس الاتحاد الموقر الأستاذ جمال علامة، لا معرفش هو فين وبقاله زمن ما بنسمعش منه كلمة، معرفش إزاي، لكن قالت له في الخطاب الآتي: رقم واحد، إن الرياضة المصرية شهدت نهضة على كافة الأصعدة وكافة الألعاب الرياضية المختلفة، نهضة كانت واضحة جدا، إلا كرة القدم يا شيخ. الكلام ده موجود في الخطاب؟ أه موجود في الخطاب. ده أول بند في الخطاب؟ أه ده أول بند في الخطاب. قالوا لهم إلا كرة القدم؟ أه قالوا لهم إلا كرة القدم. ده معناه إيه؟ ده بالبنط العريض في صدر الجواب. معناه إيه الكلام ده؟ معناه إن أنتوا فاشلين. ده الوزارة أهو. يعني أنا دلوقتي أما حد يجي يعايرني يقول لي أنت كل الاتحادات اجتهدت وكل الاتحادات بعد ما اجتهدت نجحت إلا أنت.
يعني دي معناها ايه؟ يا فاشل، ما فيهاش غير كده. الوزاره بتقول لاتحاد الكره انتم فشله، دي الوزاره، ده الجواب، نص الجواب النهارده. بتعايرهم، دي معايره وعلى حق للامانه. بس انا بقرا لك اول سطر، او بقول لك اول سطر في الجواب، بس لسه اللي جاي. الوزاره كمان قالت للاتحاد ان احنا وفرنا لكم كل الامكانيات الممكنه وكل الطلبات كانت مجابه. طائره خاصه موجود، فلوس متوفره، تمام، دعم مالي واداري حصل، مقابله رئيس الجمهوريه فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي بنفسه حصل، كل حاجه اتوفرت، معسكر موجود، معسكر يليق باسم مصر قبل ما يليق بيكم انتم موجود، حصل، كل الطلبات كانت مجابه. طب ايه تاني حصل في الجواب؟ قالوا لهم ان لم يحدث على الاطلاق من جانب وزاره الشباب والرياضه اي نوع من انواع التدخل، سواء في جوانب فنيه او غيرها، واهمها اختيار المدير الفني. يعني احنا كوزاره ما تدخلناش ابدا في اختيار المدير الفني، احنا كوزاره احنا سيبنا لكم مطلق الحريه في اختيار المدير الفني الانسب. يعني من يعني انتم اللي جبتوا الكارثه بتاعت فيتوريا. ده جواب رسمي، انا مش بقول لك، انا خلي بالك انا بحكي لك حاجه رسميه وصلت النهارده الظهر من الوزاره للاتحاد المصري لكره القدم. انا بقول لك حاجه رسمي، تمام، بنود مهمه جدا اتبعت. ايه كمان في الجواب؟ الوزاره قالت لمجلس الاتحاد ابعتوا لنا انتوا بقى يا جماعه تقرير تفصيلي بكل ما حدث في الفتره الاخيره وتقييمكم للوضع الحالي والاسباب اللي ادت لهذا الخروج المهين. يعني النهارده كمان الوزاره قالت لهم يا جماعه انتوا تبعتوا لنا بقى تقرير كده مفصل بعد اذنكم يا رجاله، ها، قولوا لنا انتوا ايه الاسباب اللي خلت الفشل ده موجود والخروج المهين ده، وان احنا حتى ما نكسبش ماتش يتيم. اشك ان الاتحاد هيعرف يقول اسباب، لان بصراحه ما عندوش حجج. لكن في الحقيقه وده الطبيعي جدا، الوزاره من حقها ان هي تفتش ماليا واداريا على الاتحادات. فطلبوا منهم ايه بقى في اخر الجواب؟ خد النقطه دي، ابعتوا لنا بقى تقرير، ده طلب من الوزاره في الجواب لاتحاد الكوره، ابعتوا لنا تقرير تفصيلي تاني بالمصروفات، المصروفات الماليه طبعا. انتوا تيجي كده بعد اذنك كمان ابعت لي تقرير بالمصروفات الماليه والقرارات الاداريه. قول لي بقى انت يا باشا صرفت في ايه؟ والفلوس دي فين؟ وكلام من ده، خلال مده عمل المجلس بالكامل، من الفتره اللي ابتدى فيها المجلس اعتقد من سنتين لحد دلوقتي. خلاص؟ فده نص الخطاب اللي راح من وزاره الشباب والرياضه ومن مكتب الوزير الدكتور اشرف صبحي للاتحاد المصري لكره القدم، النهارده الظهر كان موجود. طب خد خبر كمان بقى. اجتماع مرتقب بين الوزير ومجلس الاتحاد خلال ساعات. بكره الطياره هتوصل الساعه 8، ربما الاجتماع يكون بكره او على اقصى تقدير يوم الخميس. بكره الثلاث، بكره الثلاث. فعندك ثلاث اربع بالكثير قوي يوم الخميس. بس في الحقيقه هو الاجتماع ده ما ينفعش اللي هو يتقال ان هيكون في اجتماع وفي الاخر ما نلاقيش نتائج. ودي رسالتي لوزارة الشباب والرياضة، لأن أكم الاجتماعات اللي حصلت وأكم التفتيشات اللي حصلت على المستوى المالي والإداري دون نتائج، أو حتى لما بتيجي تقول نتائج لكن ما بنلاقيش تعديلات للأمانة الشديدة. يعني ما أنا مش طالع دلوقتي، خلي بالك أنا مش طالع أقول لك أصل الوزارة عملت كذا كذا فنقول برافو يا وزارة، لأ لأ، أنا بقول لك خبر. بس دور الوزارة دلوقتي، وانا عارف كويس ان هم سامعيني، دور الوزاره ان حضراتكم يا جماعه نسمع منكم نتائج الجلسه اللي هتكون خلال ساعات، تمام، لازم احنا كده كجمهور مصري نشوف منها نتائج.
الناس دي لازم تتغير. تغيروها ازاي؟ انا ما اعرفش. بيعملوها ازاي؟ انا ما اعرفش. لكن اللي بيدور في الكواليس الحقيقه ان المجلس ده لازم يمشي فعلا، وان فيه قناعه بكده، تمام، وان الاستاذ وليد العطار يتولى اداره الاتحاد حتى شهر 9 المقبل، وان يكون في دعوه للانتخابات قبلها بشهرين اللي هو شهر 7، وبعد كده يتم عقد جمعيه عموميه. او حل اخر هو التواصل مع الفيفا لتعيين لجنه ثلاثيه. بس والله العظيم الواحد تعب من موضوع اللجان، والواحد تعب من كثره التغييرات. لكن احنا بصراحه في مشكله، احنا في ازمه. واللي مخلينا نتحط في الازمه دي يا جماعه للامانه الشديده هي الجمعيه العموميه للاتحاد المصري لكره القدم. بيختاروا غلط. بصراحه. بيختاروا غلط. وانا بحذر من دلوقتي من تكرار الوجوه. مش عايزين يا جماعه نشوف ناس احنا انتقدناها قبل كده، او مش بلاش احنا انتقدناها، ممكن نكون احنا ما نكونش على حق. مش عايزين ناس فشلت قبل كده. مش عايزين ناس الجمهور يكون مش طايقهم او معلم عليهم. من الاخر ما يكونش الجمهور معلم عليهم. احنا عايزين بقى كوادر جديده يا جماعه. احنا عايزين وجوه جديده. ادوا الناس فرص تشتغل. ادوا الناس فرص ان هي تثبت ان هم اصحاب كفاءه، وان هم يقدروا ينقلوا الكره المصريه في مكان تستحق الكرة المصرية. لكن احنا محلك سر. كاب فيردي دي يا جماعة زمان لو كنا لمينا بعض ورحنا لعبنا المنتخب بتاعهم اللي هم أصلا تعدادهم 100,000 نسمة مثلا يعني، والله نكسب. بس ده زمان. احنا بقى لسه في زمان عايشين عليه، وهم عدونا. هم عدونا. كاب فيردي، موريتانيا، مع كامل الاحترام يعني الاسماء المنتخبات دي، تتكلم على الكونغو اللي كسبتنا امبارح، اللي كانت بتقول لنا اكسبوا يلا يا جماعه خدوا الكوره وروحوا هاتوا جو يا جماعه، طب اكسبوا احنا وحشين اصلا، واحنا لا، واخد بالك. وخد بقى اسماء غينيا الاستوائيه على غينيا كوناكري، كل الاسماء دي عدتنا. اللي احنا اسمنا مصر، احنا اسمنا مصر. بخلاف الخبر والانفراد اللي قلته لحضراتكم دلوقتي، لكن الاسباب هي أسباب واقعية. عشان ما نقعدش يا جماعة نضحك على بعض. ما نقعدش نضحك على بعض، ما احنا لازم نحاسب نفسنا. بخلاف، سيبك من الناس اللي بتزعل سواء من بعض أعضاء الاتحاد أو من بعض المنتفعين من الهجوم، سيبك من الكلام ده. بس اللي يزعل يزعل، بس الأهم إنك تتكلم في المصلحة. وتتكلم في المصلحة بقلبك وبالحق. لكن قبل ما اخد المداخله المهمه دي، خليني اعدد لك بعض الاسباب المهمه. بمنتهى البساطه يا جماعه، شركات يعمل لك منتخبات، خدها كده عنوان بذمتك. هل في دوري شركات يطلع لك منتخب كويس؟ لا، مستحيل. طب خد دي كمان، هل في دوري يفتقد للحضور الجماهيري هيطلع لك لعيبه بشخصيات كويسه تقدر تمثل لك مصر وتتحمل الضغوط؟ طبعا لا. دوري الشركات عمره ما هيصنع بطولات، دوري بدون جماهير عمره ما هيخلي اللعيبه عندهم شخصيات تتحمل الضغوط فبالتالي يكونوا مؤهلين ان هم ينافسوا في مثل هذه المستويات. مستحيل. ولو كنا نافسنا كنا هننافس بالصدفه. لكن للامانه الشديده والله احنا نستحق نخش من اول ماتش، رغم انه ما ينفعش، بس احنا من اول ماتش كنا نستحق ان احنا نروح من اول ماتش على طول. طب هل في يا جماعه منتخب او حصلت معانا قبل كده ان منتخب مصر يكون منتخب بيفتقد لكل العناصر المصريه في الجهاز الفني؟ يعني مش بقول لك الجهاز كله يبقى مصري، بس على الاقل اتنين تلاته. ده احنا عندنا واحد بس في الجهاز بتاع فيتوريا ده عمره اصلا، مع كامل احترامي للكابتن ايمن عبد العزيز، عمره ما اصلا انا شفت له اي مسيره تدريبيه قبل كده او اي خبرات او اي احتكاكات. يا جماعه اتعين مجامله من الاخر، اتعين مجامله. طب الجهاز اللي فات كان فيه مين؟ كان فيه كيروش، مدرب اجنبي صاحب شخصيه قويه، وهقول لك شخصيه قويه ليه دلوقتي. كان معاك الكابتن الكبير ضياء السيد،
كان معاه كابتن كبير محمد شوقي، كان معاه كابتن عصام الحضري مدرب حراس مرمى، كان الكابتن وائل جمعه مدير المنتخب. لا جهاز، في جهاز، في جهاز متكامل، في عناصر مصريه عارفه قيمه التيشيرت بتاع مصر، في ناس تقدر تتحمل المسؤوليه. لكن انت جايب لي جهاز اجنبي كامل وحطيت لي فيه عنصر مصري ما خدش اي تجربه قبل كده، ده نقول عليه ايه؟ مجامله ما فيهاش. ده مش جهاز فني، ده جهاز العروسين والله بجد من الاخر. ده احنا عاملين فيها ناصحين واحنا اصلا غلابه والله العظيم بجد. خلينا نروح سريعا للكابتن ضياء السيد مدرب منتخبنا الوطني السابق. يا كابتن ضياء لسه كنا في سيرته في الحقيقه يعني. يا كابتن ضياء اهلا بيك. اهلا بك يا امير، اخبار حضرتك يا كابتن؟ جبت سيرتي بالخير ولا قطعت فيا؟ لا بالخير والله، كنا نستشهد بالجهاز. دول يومين التقطيع. لا بس انت مالكش ذنب. بقول لك ايه يا كابتن ضياء، انت خدت فلوسك من الاتحاد ده ولا لا؟ لا لسه ليا فلوس. لسه؟ الجهاز كله مش انا يعني. الجهاز كله ليه فلوس؟ اللهم ال 200,000 دولار اللي بياخدهم فيتوريا ده. قريت بالصدفه حد في موقع كان عامل حديث تقريبا مع روجر. وبيقول له يعني ترجعوا ما ترجعوش، قال له انا مشكلتي احنا لسه لينا فلوس. لينا فلوس قال له نرجع ازاي احنا لسه لينا فلوس اصلا. حاجه غريبه. طب انتوا ليكوا فلوس، طب المبالغ اللي بتدفع للاجانب الكتير الموجودين تبع الاتحاد او في الاجهزه الفنيه المختلفه من منتخباتنا الوطنيه، طب ما هو الناس اللي ليها فلوس دي ايه يعني؟ والله انا بصراحه كلمت يعني حطيت معالي الوزير حطيت معالي الوزير في الصوره مرتين، ومرتين في حضور الاستاذ جمال علام يعني، وعد لي انها تتحل. والناس بتنشغل يعني. من امتى الكلام ده؟ حطيت معالي الوزير في الصوره من امتى يا كابتن ضياء؟ بقالك قد ايه فتره؟ بقالها قد ايه يعني؟ يعني فتره بقالها شهور يعني. من شهور تقابلنا في مكان وقلت لهم بقى انا بقيت فلوسي اخدها بقى، بقيت فلوسي اخدها امتى بقى امتى قال لي هتتحل ماشي خلاص. هي بتتسجل في الاتحاد ايه يا كابتن؟ الفلوس اللي ليكوا دي يعني بضاعه اتلافها الهوا يعني ولا هي ايه بالظبط؟ بالتقاضي. تسقط بالتقادم. حاجه صعبه في الحقيقه. طيب عايز اخد رايك في اللي احنا الوضع اللي احنا فيه ده، والاسباب من وجهه نظرك ايه، والحل ايه كمان الاهم من الاسباب؟ انا عايز حلول كمان يعني. بص هو في حاجتين عشان الكلام يبقى محدد. هل انت بتناقش الوضع اللي احنا فيه دلوقتي وفيتوريا والتعامل مع فيتوريا خلال السنه ونص اللي قعدهم بكل مشتملاته بقى، بالسلطات بكله بكل حاجه، التعامل كان غلط من بدايه التعاقد. ماشي. انت عارف انك رايح لكاس عالم 26 تسع فرق ونص 48 فريق وعارف ان الامور مش هتبقى يعني فيها ان شاء الله مش هتبقى فيها صعوبه يعني، هي بقت بالشكل اللي احنا شفناه ده بقى فيها صعوبه يعني. فطبعا تم التعاقد وطول الوقت كانوا بياكدوا ان احنا هدفنا كاس العالم 26 اللي هو ايه؟ ان احنا نوصل كاس. يا جماعه احنا واصلين ان شاء الله يعني ده يعني. المهم قال لك في مشروع. طيب خلاص في اربع سنين وفي مشروع، المشروع ده بيشمل حاجات كتير، 1، 2، 3، 4 ما اعرفش لحد 10 نقاط 20 نقطه، مشروع كره قدم بقى. مشروع. طيب يا جماعه وانتم مشاركين في ده على فكره كاعلام كل المنصات الاعلاميه ما حدش طلب انه المشروع ده نشوفه ويتعرض على الراي العام والناس تبقى عارفاه عشان يبقى فيه محاسبه. مش دي حقيقه، مش ده اتحط في العقد مثلا؟ انا ما اعرفش العقد فيه ايه. المفروض العقد، احنا عقد الراجل بتاعنا طلع على الهواء. العقد كل اللي اعرفه ان في 3 شهور شرط جزائي بعد الخروج من امم افريقيا خلال 15 يوم نفسه. نظير ايه احنا طالبين منه ايه بقى؟ يعني احنا انت هو طالب منك شرط جزائي كذا في حاله كذا في 15، انت طالب منه ايه؟ كبطولات او كتحقيق اهداف؟ بالظبط ما اعرفش.
يعني المفروض ده يطلع العقد، لانه المره اللي فاتت بعد اول ماتش في البطوله العقد بتاعنا بتاع الراجل طلع على الهوا، واصل انه ما نقدرش ومش هنمشيه عشان في شرط جزائي، وهنروح هنروح له الكاميرون عشان نناقش معاه العقد، وطلعوا كلهم. ايوه حصل كلهم حصل حصل. انا بقول واقعي. اه طبعا حصل. فطبعا المحاسبه هنا احنا ما شفتش مشروع، وفضلنا ماشيين ونتدرمغ في الماتشات السهله. عارف المشروع ده كابتن ضياء؟ انا عارف المشروع ده اللي هو في اسكندريه، اخواتنا في اسكندريه يقول لك ايه مشروع، لا اللي هو الميكروباص يعني. انا ما هي دي، انا بتكلم على اساليب التعامل باحترافيه ومنطقيه، علاقه بين اتحاد كره قدم المفروض في اكبر دوله افريقيه، مؤسسه الاتحاد الافريقي والاتحاد المصري 100 سنه، وبين الراجل اللي هيجي يمسك يعني. فما فيش مشروع، في ماتشات خفيفه وفي ضغط اعلامي على انه النتائج بالارقام، مع انها كلها ماتشات سهله وماتشات ضعيفه بالزبط. حتى الماتشات الوديه التقييم الفعلي للمدير الفني في افريقيا بطوله افريقيا صح، والوصول لكاس العالم صح. عندنا حاجه تانية؟ لا عندنا حاجه تانية خالص. فاحنا الناس، انا عن نفسي ما اتفاجئتش، ما اتفاجئتش بالخروج ده؟ انا ما لا ما اتفاجئتش بالصدمه دي، بالصدمه يعني. اوكي. لا ما اتفاجئتش. ليه؟ لان انا طول الوقت لما كنت بتسال كنت بقول يا جماعه اداره بطوله افريقيا مختلفة، بتبين شغل المدرب، لأنها فيها حاجات كتيرة جدا أنت كمدير فني تقدر تشتغل عليها ولازم تشتغل عليها. فالراجل ما عندوش خبرات لا في إفريقيا، ما ضربش ولا فرقة في إفريقيا، ولا خبرات منتخبات أصلا، ولا خبرات منتخبات. ما هي دول الحاجتين بالظبط. فكان ما بين إنه ينجح أو إنه يعني ما كنتش متخيل السقوط يبقى سريع وبشكل مزعج كده، ده بشكل مزعج يعني. فطبعا احنا تسرعنا في عدم المحاسبه، في عدم اظهار اليات التعاقد، عدم اظهار الراجل هيعمل ايه بالظبط. ما حدش قال له انت بتحضر مشروع يعني تنزل بالاعمار، احنا نمره واحد على مستوى افريقيا في الاعمار الكبيره. صح، اعلى معدل اعمار. سنه وست شهور ما فيش لعيب جديد في صح. اي مركز صح، في لعيب واحد محمود حماده، ومحمود اعتقد 31 او 32 31 سنه. فما فيش مشروع، ما فيش في وهم، في وهم تعتيم من كل المنصات الاعلاميه. مش تعتيم حق. تعتيم بغرض البحث عن الاستقرار، غرض البحث عن الاستقرار ودعم المنتخب، وده واجب. لا، في ناس بتبحث عن الاستقرار وفي ناس بتعمل كفر تعتيم. ايوه فاهم لنفسها فهم. تعتيم فهم. عشان لا هو ده حطه افرضه عليك. فالمنصه دي تقول ده احسن اداء وده احسن ارقام، وبرنامج الصبح وبرنامج الظهر وبرنامج بالليل. فخلاص انت لما تبقى الكلام ده يتكرر كتير يتشبع عند الناس هذا الحال. فلما جت حصلت صدمه الناس، انا عن نفسي والله ما اتصدمت، ما اتصدمتش، وقلت اداره فرقه كبيره في منتخب في دولة افريقيا ما بين سفر وما بين اقامة وما بين وتحصل لك اصابات، اللي بتكلم على انه الاصابات احنا في اول ماتش حصل لنا 3 اصابات، وعلى مدار البطولة كل ماتش كان بتطلع طبعا فيه السبعة والسبعة، واحنا بس اللي كده على فكرة. بالظبط، ده احنا بس السبعة السبعة لازم تدير ده. ده احنا لحد ما وصلنا النهائي جهزنا امامه لعب بكرايت ماتش السنغال. فعايز اقول انه كانت الحاجات كلها مفيش محاسبه متبادله. أيوة. مفيش اراء متبادله. ايوه، وفي نفس الوقت كان في لا محاسبه اللي هي المفروض زي ما بيقول الاوفيشال الرسميه. ايوه، ولا اعلاميا. احنا في انتظار الاوفيشال. احنا طول الوقت بنتكلم على بلجيكا والجزائر. صح، تمام. ماشي. هل ده كفايه لينا؟ لا لا هل ده كفايه؟ لا لا لا. طب كابتن ضياء، انا عايز اسالك عن واقعه كده، ما اعرفش اكيد حضرتك حضرتها، لان هي بتتعلق بكيروش.
انت بتنبش في الماضي ليه؟ معلش بس معلش، احنا عايزين نحدد اللي جاي عشان هنحدده دلوقتي يا ساعه. ما هو خلي بالك من ضمن الحاجات اللي جايه مهمه ان احنا لازم يكون عندنا مدير فني بشخصيه قويه. والاحداث اللي حصلت خلال الفتره اللي فاتت هي بتديك مدلول واضح بان المدرب اللي عندك مش بالشخصيه المناسبه. ففي واقع حد لا لا لا، ما هو هو تقييمي ليه انه مضطرب. أيوة. وعنده تردد كبير. أيوة. جدا. ايوه عنده ما بشوفش مساعدينه الاجانب، يعني روجر كان دايما واقف وعنده حضور ومعروف لينا. معروف لينا معروف ليكوا. انا ما اعرفش مين اللي والله ما اعرف غير كيروش. ايمن وحتى مظلوم. مدرب حراس المرمى محدش يعرف. ايمن مظلوم لان هو لما اتعرض عليه ما اعرفش هو اتعرض عليه ولا اتقال له لا اتعرض عليه يبقوا اتنين حد كبير وايمن معاه. قال لك كابتن محمد يوسف قال هاتولي حد صغير يتعلم. انا شايف انه لو ايمن انطلق هيبقى احسن من اللي موجودين معاه. ايمن اتظلم في القصه دي عشان ما نرميش ما حدش يرمي حد. لا لا لا، ما هو بص هي مسؤوليه كلها بتقع على الجهاز الفني ككل يا كابتن ضيا. ايوه طبعا، هو احد العناصر. بس هو محدد قال لك لا هتقولي يعني ايه يعني يقف يعمل معاك معايشه. مش جاي طيب يعمل معاك معايشه. الواقع اللي كنت اتعلم ويبقى له راي. طيب يعني الواقع اللي كنت عايز اسال حضرتك فيها قبل ما اختم معاك، هل بالفعل ساعة لما الاتحاد الجديد ده اتعين وانتوا كنتوا لسه موجودين في الجهاز الفني لمنتخبنا وكنا عندنا البطولة بتاعت النسخة الماضية هناك في الكاميرون، كانوا جايين عشان يمشونا؟ كانوا جايين عشان يمشونا. طبعا. هل بالفعل الاستاذ جمال علام، احنا عايزين تصلح اللي جاي. صارح قول الحقيقة. طبعا. القصة كلها كانت في احمد مجاهد. في احمد مجاهد. طبعا، اي حاجة كان عاملها احمد مجاهد لازم تتلغي. انا ما بقيموش. فلازم تتلغي. فهي قصة انه هم اجنست من اول يوم. انت واخد بالك؟ وده كان واصل لنا معروف وواصل للراجل لدرجة ان حتى واحنا في البطولة الناس تبعهم تطلع ويطلعوا على مرة في الاعلام ده يقول لك ده احتمال محمد شوقي يمشي، احتمال بواء الجمعة وضياء السيد يمشي. حصل. فعايزين، فالراجل قال لي انا احنا مش عارفين هما بيقولوا، قلت له لا دي اساليب احنا عارفينها. فاذا يطلعوا حد هنا يروح في الحتة دي. سبحان الله على النوايا السيئة دي. يا عم انت لو خدت البطولة هتتحسب لك انت. طبعا اللي لسه ناجح، انت اللي موجود دلوقتي. انت اللي لسه ناجح من يومين. ما هي دي القفة بتاعتنا. دي قفة حارتنا. فبعد كده توالت بقى الحكايه، بقى العقد بعد اول ماتش، وبعدين ده يطلع يقول لا بقى الاستاذ خالد رايح يناقش معاه الشرط الجزائي، وده يطلع يقول هو 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 حصل محاولات يا كابتن ضيا ان انتوا تقعدوا يعني كجهاز بالكامل، حصل محاولات مع كيروش ان هو يجدد ولا ما حصلتش، وكانت مجرد كلام بيتقال في الميديا؟ لا، هو القعده قعدت القعده انا قعدت ربع ساعه كلمني طفشني مش عايزني. مش بالشكل ده. قلت له سلام، هو الراجل ده تعب يعني. فاهم. فطبعا قعدت تطفيش يعني. طب عدم رغبه، هي عدم رغبه من اول يوم فينا كلنا. ما اعرفش احنا ليه يعني. يعني احنا محسوبين على مين؟ انت ما انت قلت الاجابه يا كابتن ان هو عشان احمد مجاهد. بس من اول يوم. بس ده من اول يوم. مش ده برضو، مش دي من قصتنا. قصتنا دي خلصت. احنا في اللي جاي. طبعا احنا في اللي جاي وفي ال... في ال... في الراجل. بس انا ما سالتش السؤال لحد دلوقتي على فكره. انا عارفه عارفه عارفه. طب ايه هو؟ طيب مش عايز ترد عليه؟ مش عايز تجاوب عليه؟ لا طبعا ما ينفعش، احنا نحترم الناس كلها. ما هو طبعا كل احترام للجميع، بكام دي واقعه بتدل على قوه الشخصيه مش اكتر. لا هو شخصيته قوية جدا. تمام، يبقى خلاص انا عرفت كده. بننتقد شغلهم. أوكي. وكلهم ليهم كل الاحترام عندي. اكيد طبعا على المستوى الشخصي. طبعا. لا طبعا. طبعا كلهم. ده امر كلهم مؤكد. ناس واشوفهم ونسلم عليهم. طبعا بننتقد طبعا. بننتقد الشغل لكن قصة بقى عايز تناقش احوال الكورة لوحدها كبيرة خالص. انت اخلص من الكيس ده الاول، شوف الكيس ده ايه. لان الكيس ده مصيبه يعني. اول حل في وجهه نظر الكابتن ضياء السيد لمعالجه هذا الوضع كحلول وخطوات للمستقبل؟ لا، ما هو فيتوريا صعب. صعب. بص خد بالك، المجلس اساسا
فاضل له 6 شهور يعني. اه يعني في عمره في الاتحاد فعليا رسميا فاضل له 6 شهور. انا ما اعرفش مين بيحاسب، وهو يعني انا ما اعرفش آلية محاسبته هتبقى ازاي. ماشي. لكن فيتوريا سوريا يا جماعه بقى، انا اسف جدا، انا بتكلم على مدرب زميل يعني. ما ينفعش يقعد بهذا الشكل. طيب مدرب وطني ولا اجنبي اللي يجي؟ الامور لا، انا عايز مدرب كويس. ما سيبك من بغض القصه النظر. دي، اوكي. من القصه بتاعت وطن اللي هي كل مره نخش فيها، لا احنا بنجرب هنا وبنجرب هنا وبننجح هنا وبننجح هنا او بنفشل هنا وبنفشل هنا. ماشي. فهي القصه كده امير بصراحه يعني. طبعا طبعا صراحه الناس دايما دلوقتي بتقول الصراحه، احنا لان ما فيش حد بيدرس حاجه. ما هو دلوقتي صح. انا بشوف ناس كتير بتقول احنا اسفين يا كروش احنا عملنا وكان في كذا. طب انتوا قبل ما تاخدوا قرارات انتوا حد درس حاجه؟ درس المرحله؟ درس طلعنا كام لعيب؟ ما طلع اشتغلنا في ال6 شهور ده، 6 شهور. 6 شهور. طيب ما هو في لعيبه جت، عملنا ايه ما عملناش ايه حتى تبقى ورقه عمل تطلعها يمكن قدام. بالظبط. لكن ما فيش الكلام ده، ما فيش. نتمنى كل التوفيق للكرة المصرية. كابتن ضياء، أنا بشكرك شكرا جزيلا. الكابتن الكبير ضياء السيد مدرب منتخبنا الوطني السابق. طيب الواقع اللي أنا يعني كنت حابب أسألك كابتن ضياء السيد، وهو يعني برضو ممكن يكون موقف محرج بالنسبة له، لكن هي ليه علاقة بقوة شخصية المدرب؟ الراجل كيروش كان شخصيته قوية جدا، ده ما كانش عاجب يعني الشخصيات اللي موجوده في الاتحاد المصري لكره القدم. لهم كل الاحترام والتقدير على المستوى الشخصي، احنا يعني بنقيم شغل يا جماعه، وده اعتقد حق مشروع يعني. لكن في نفس الوقت الراجل في اول تمرينه بعد ما المجلس ده جه راح رئيس الاتحاد عشان يحضر التمرينه، فالناس رايحه تعرف كيروش برئيس الاتحاد الجديد، بيقولوا له ده رئيس الاتحاد الجديد، قال لهم اهلا وسهلا، ما فيش اي مشكله خالص، بس بعد اذنك اخرج بره، احنا عندنا تمرين، احنا بنشتغل. دي الشخصية القوية. لكن لما تيجي تتكلم على فيتوريا اللي لأول مرة بيمسك منتخبات، واخد بالك؟ إحنا المنتخب الوحيد، والمواقف اللي هقولها لحضرتك دي حصلت فقط في عصر فيتوريا، لما الأهلي عايز لعيبة بتاعته وفي عز ما هم موجودين في المنتخب طلعوا من المنتخب اتوافق، لما الزمالك قبليه كان عايز اللعيبة بتاعته وهم في المنتخب اتوافق لهم، لما كابتن محمد صلاح قال لك انا هروح اتعالج في ليفربول اتفضل. ايه ده؟ واكمل مواقف. انا احنا من يا جماعه لازم نتصارح. اكمل مواقف اللي تدل على ضعف شخصيه الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني، بل الاكثر من كده ضعف شخصيه المسؤولين في الاتحاد المصري لكره القدم على المستوى الاداري، عشان ابقى برضو باخد بالي من الكلام على المستوى الاداري. هتقول لي انت الملف مطول فيه قوي ليه؟ هقول لك عشان احنا محروق دمنا. احنا محروق دمنا، احنا من امبارح الواحد كل شويه لما يجي ينام شويه يصحى يفتكر ان احنا خرجنا من افريقيا، والله بدون مبالغه، بدون مبالغه. لكن اخر حاجه قبل ما اطلع الفاصل، انتوا عايزين برضو الحقيقه من الاخر، في جزء على الجمهور المصري جزء كبير من المسؤوليه. ليه؟ لان حضرتك اول ما خرجنا للاسف الشديد امبارح من البطوله طلع لك زملكاوي قال لك ده ذنب عواد، طلع لك اهلاوي قال لك ده ذنب حسين الشحات. ده اللي احنا فالحين فيه كجماهير بمختلف انتماءاتنا، اهلي وزمالك. طلع الزملكاوي قال لك ايه؟ اصل خلي بالك ما ينفعش الاهلي يتفاوض مع ابو جبل وهو عنده ماتشات. ليه؟ عشان النادي المنافس ليه او اللي هو ما بيشجعهوش هو اللي بيتفاوض او هو اللي بيخلص الصفقه في وقت ممكن البعض يقول لك لا ده حق مشروع للانديه بيأمنوا نفسهم قبل ما المده تقفل، وناس ثانيه تقول لك لا اصل ما ينفعش الكلام من ده، والمنتخب لازم يركز واللعيبه لازم تركز. لكن الاساس بالنسبه لي اللي انا شفته ان الزملكاوي بينتقد اي حاجه ليها علاقه بالاهلي، وان الاهلاوي بينتقد اي حاجه ليها علاقه بالزمالك، وان الزملكاوي بيدافع عن لاعب عنده عشان بيحبه كان عايز يروح المنتخب، وكذلك الاهلاوي عشان لاعب معين كان يستحق ان هو يكون موجود فيقول لك ما هو ده ذنب برضه مش عارف مين. يا جماعه اللي احنا فيه ده وعايزين تشوفوا منتخب قوي؟ طب ما هقول لك على حاجه اكتر، هو احنا في ماتشات منتخبنا الوطني بنشوف جماهير؟ لا. بسبب ايه؟ بسبب ان احنا كلنا كلنا بدون استثناء بقينا همنا الاول والاخير الاهلي والزمالك،
همنا الاول والاخير ان احنا نحفل على بعض، همنا الاول والاخير ان ده يطلع هو الصح وده يطلع الغلط والعكس. يبقى احنا يا جماعه ما نستحقش احنا يكون عندنا منتخب قوي، لان كل ده بيتصدر للعيب، كل ده بيتصدر للعيب. لازم اطلع فاصل، بس قبل ما اطلع الفاصل معلش يا جماعه اعذروني وعشان عندي كواليس كتير جدا مهمه في الاهلي والزمالك. ترددت بعض الانباء ان نجمنا العالمي محمد صلاح ممكن يلحق مباراه ارسنال في الدوري الانجليزي. المباراه دي يوم 4 من الشهر الجاري اللي هو الحد اللي جاي. طيب بص بقى، مباريات نص النهائي في بطوله الامم الافريقيه يوم كام؟ قولوا لي كده يا جماعه. يوم 7 و8. انا بقولها لك واضحه، لو محمد صلاح ربنا يا رب يشفيه ويعافيه، وعمري والله ما بشكك في الاصابه ولا عمري هعمل كده ابدا، مش هدخل في نيه اي حد، عمري ما مش اخلاقي، لكن في نفس الوقت لو لعب محمد صلاح قبل يوم 7 او 8 تمام، يبقى صلاح بيخلص على نفسه بنفسه مع الجماهير المصريه. بخلاف انا بصراحه اول ما اشوف محمد صلاح في الحاله دي مش قادر يمسك نفسه كايه، كتعبيرات، كصور، كبوست او تويته كتبها او كل الحاجات دي. انا اول ما اشوف صلاح في هذا الوضع وهذه الحاله، كتب تويته وحاولوا اكتر وبعد كده راح منزل صور والدنيا بالنسبه له امان وجميله وزي الفل. ما كانش صلاح ده، ده مش صلاح، صلاح ما كانش بيعمل كده، بس ده بسبب الضغوط الكتير. لكن لو رجع صلاح قبل يوم 7 او 8 لعب ماتشات مع ليفربول، يبقى احنا يا جماعه كان عندنا حق ان ما كانش ينفع محمد صلاح يسافر بسبب هذه الاصابه الخفيفه، بسبب شد ما كانش ينفع يسافر، لان من احد الاسباب المهمه اللي ادت لخروج منتخبنا الوطني هي القصه بتاعت محمد صلاح والربكه اللي حصلت. اللي هيقول لك غير كده يبقى بيهرج. سبب رئيسي ان القائد اللي هو بيلبس الشاره قال لك انا هروح اتعالج، سواء هو بقى التنسيق التحدي مع ليفربول والكلام من ده، ما كانش يجب ابدا، ما كانش يجب ابدا انه يسيب المنتخب ويمشي. لو لعب قبل يوم 7 او 8 اللي هو موعد دور نصف النهائي من بطوله الامم الافريقيه، ده هيكون اكبر دليل على ان اي حد طلع قال ان محمد صلاح غلط لما سافر يبقى كان عنده حق، يبقى كان عنده حق. لكن طبعا ده كان برضو احدى الاسباب الرئيسيه. فاصل، بعد الفاصل هقول لكم كواليس كتير جدا في الاهلي والزمالك وايه اللي حصل في قصه ابو جبل والزمالك خلص مين وكل الامور دي بعد الفاصل في بلاس. طيب اهلا بحضراتكم من جديد. الاهلي بعض الاخبار والتفاصيل المهمه واللي هقوله لك ده كلام مهم جدا جدا وحصل بالظبط، حصل بالظبط. قصه ابو جبل ايه؟ الموضوع مشي ازاي؟ الاهلي بالفعل كان خلص كل حاجه ليها علاقه بصفقه انتقال ابو جبل من البنك الاهلي للنادي الاهلي على سبيل الاعاره لمده 6 شهور ببند في احقيه الشراء للنادي الاهلي بمقابل معين. خلاص القصه كانت خلصت والدنيا تمام، وابو جبل لاعب في النادي الاهلي، وزي ما قلت لحضراتكم اول امبارح ان ابو جبل كان بيضغط بكل قوه وبيوسط ناس كتير قوي عشان ياخد الفرصه دي وينتقل للنادي الاهلي، ونجح في ذلك وعن قناعه بالنسبه للنادي الاهلي وكولر. ركز معايا في الكلام، وعن قناعه بالنسبه للنادي الاهلي مستوى ابو جبل وكولر. ما كانش هو الخيار رقم واحد، كان الخيار رقم واحد هو بسم الله الرحمن الرحيم بسام حارس سيراميكا، خلاص، وكان بعديه ابو جبل، وكان في الحسابات علي لطفي، وجاي لك في موضوع علي لطفي دلوقتي لان في تطورات. بالتالي النهارده كان المفروض الاهلي هيحول المبلغ بتاع الصفقه، وطبعا البنك الاهلي راح مرجع مين؟ الزنفولي من الاعاره، قطع الاعاره بتاعت الداخليه، رجع الزنفولي بقى الحارس او رئيس البنك الاهلي اللي هو اشرف نصار، طلع وتصور ونزلوا الصوره مش عارف ايه. النهارده وده ما بيحصلش غير عندنا يا جماعه في مصر، شوف الحاجات الغريبه دي برضو ما بتحصلش غير عندنا. النهارده رجع تاني الزنفولي للداخليه بسبب ايه؟ بسبب تراجع النادي الاهلي عن صفقه ابو جبل. الاهلي تراجع عن التعاقد مع ابو جبل وضمه للفريق. طب هو ليه تراجع؟ هنا بقى الكواليس اللي حضرتك لازم تعرفها. انا في الحقيقه مستغرب قوي ان يعني ايه دي تحصل في الاهلي، يعني للامانه الشديده يعني. سيبك بقى اي حد يقول لك اصل
الاهلي ما اعلنش اصل مش عارف ايه يا جماعه. الصفقه خلصت والموضوع معروف والبنك رجع زنفولي والقصه مش محتاجه ان الاهلي يعلن يعني. الموضوع كان خلص. لكن التطور اللي حصل في الموضوع كالاتي: محمد الشناوي حارس مرمى النادي الاهلي، وهو حارس ليه كتير جدا عند إدارة النادي الأهلي بخلاف الجماهير، عند إدارة النادي الأهلي بسبب بعض المواقف المهمة وبسبب مردوده الرائع وإنجازاته ومسيرته مع القلعة الحمراء، فهو ليه رصيد. علاقة الشناوي بأبو جبل مش أفضل حاجة. خلاص، بالتالي كان رأي الشناوي أصلا في الأول قبل ما الأهلي يتفق مع أبو جبل ويخلص كل حاجة مع البنك إن يا جماعة أنا مش مرحب بهذا الانتداب. لكن لما عرف الشناوي ان القصه خلصت وجاي ابو جبل، تواصل محمد الشناوي مع اكتر من مسؤول داخل النادي الاهلي، وذكر مسؤولي النادي الاهلي بعدد من المواقف اللي هو فيها احترم جدا جدا رغبه اداره النادي الاهلي والمسؤولين عن الكره. محمد الشناوي جاله عدد من العروض قبل كده بمبالغ ماليه كبيره، ويمكن الكابتن سيد عبد الحفيظ اثناء ما كان مدير كوره في النادي الاهلي وكان جه شرفنا ونورنا هنا في حلقه كان قال خبر لاول مره حد يسمعه، اللي هو ان الشناوي جاله عرض من النصر بمبلغ مش طبيعي، ولما الاهلي قال له اقعد يا شناوي قعد. فالشناوي ذكر بعض مسؤولي النادي الاهلي بمثل هذه المواقف، قال لهم يا جماعه انتوا لما طلبتوا مني اي حاجه انا ما اتاخرتش. تمام؟ لما طلبتوا مني ان انا اقعد قعدت، لما بتقولوا لي كذا بعمل، انا ما عنديش اي مشكله على فكره، بس خلوا بالكم انتوا لو عايزين تتعاقدوا معاه طبعا ده قراركم ما فيش اي ازمه، بس الازمه هتكون ان مش انا اللي بس علاقتي بابو جبل مش افضل حاجه، لا ده اكتر من لاعب داخل الفريق علاقته بابو جبل مش افضل حاجه، بالتالي ممكن يكون في ازمه او مشكله في اوضه اللبس. وحصل تواصل من بعض اللاعبين الاخرين داخل صفوف النادي الاهلي ومنهم البعض المتواجد مع المنتخب حاليا، وقالوا ان ابو جبل بالحرف، انا الكلمه دي انا جايبها بالظبط كده يعني من مصدر مسؤول جدا يعني، ان ابو جبل مش شبهنا. انا طبعا مش بقلل من ابو جبل، انا ما اعرفوش على المستوى الشخصي عامه وكلام من ده، انا بقول لك الكواليس. الجملة دي اتقالت لي: أبو جبل مش شبهنا، البعض من اللاعبين شافوا إن أبو جبل مش شبه النادي الأهلي بناء عليه. وبعد هذا الضغط تم التواصل مع كولر اللي كان شايف إن أبو جبل صفقة جيدة بالنسبة للنادي الأهلي في ظل الظرف الحالي، واخد بالك؟ وكان شايف إن بسام برضو، لكن سيراميكا رفضوا تماما. فتم اقناع كولر بالعدول عن قرار التعاقد مع ابو جبل. دي التفاصيل اللي ادت في الاخر ان مسؤول النادي الاهلي ابلغوا مسؤولي البنك ان يا جماعه احنا بنعتذر عن اتمام الصفقه، وتم ايضا ابلاغ الحارس. وهي مفاجاه في رايي، لان على مستوى الامكانيات انا كواحد من الجماهير بشكل عام بشوف ان ابو جبل حارس كبير، وكان هو البديل الطبيعي للشناوي، وبشوف في رايي ان الاهلي اخطا بخروج علي لطفي، وده ما يقللش ابدا من مصطفى شوبير لانه حارس موهوب، انا على قناعه تامه مصطفى شوبير. بس انا بتكلم في حته ايه، في حته ان ده النادي الاهلي كان لازم يكون مأمن نفسه في المكان ده تحسبا لظرف زي ده حصل. ما كانش يجب ابدا ان يطلع علي لطفي وانت يبقى عندك شناوي شوبير حمزه، بس ما ينفعش. اديك دلوقتي لما اتصاب الشناوي اضطريت ان انت تحاول تجيب اي حد بناء عليه. المهم يعني ما فيش حد ما بيغلطش، ده بيحصل، لكن المهم قولوا لي يا جماعه تاني بتقولوا ايه يا شباب؟ بالظبط كده. المهم ان انت في الاخر هتلجأ لمين؟ للحارس اللي انت اصلا كنت بتمتلك العقد بتاعه اللي هو علي لطفي، اللي هو اصلا كان عندك.
إذن الجديد في الموضوع إن الأهلي بيتواصل دلوقتي في اللحظات اللي أنا بتكلم فيها مع حضراتكم، لأن كان النهارده بعد العزاء مباشرة الكابتن محمود الخطيب كان عنده جلسة أو اجتماع مهم مع مسؤولي نادي زد. الاجتماع ده ترتب له إن هو يكون بعد انتهاء عزاء المرحوم العمري فاروق. فخلال الساعات اللي احنا فيها دي في محاولات من قبل النادي الاهلي لعوده علي لطفي على سبيل الاعاره. طيب هقول لك حاجه برضو مهمه قوي بخصوص علي لطفي. ميشيل يانيكن ما كانش مرحب قوي بفكره عوده علي لطفي. انا بقول لك معلومه هيطلع بعد كده تتنفي كلام من ده، اوكي مفيش مشكله، بس انا بقول لك اللي انا اعرفه. خلاص؟ كولر نفسه ما كانش مرحب بعوده علي لطفي، لكن هو الخيار الاوحد بالنسبه للنادي الاهلي حاليا. ليه؟ لانه خاض عدد من المباريات مع النادي الاهلي، احتكاكات على المستوى الافريقي، هو في الاول وفي الاخر حارس اصلا منتخبات، هو عنده قدرات مميزه جدا. لكن انا بقول لك القصه دايره ازاي، ماشيه ازاي. فالاهلي دلوقتي بيحاول يرجع علي لطفي، وفي اعتقادي الشخصي ان المحاولات هتنجح، والاهلي لازم يوم الثلاث اللي هو بكره او الاربع الصبح على اقصى تقدير يكون خلص الموضوع ده، لان انت مرتبط بقيد افريقي. سيبك من القيد المحلي اللي احنا مش عارفينه ده هيقفل امتى. تيجي تكلم الناس في الاتحاد تقول لهم انتوا يا جماعه مديتوا القيد ليوم 22 فبراير ولا هيخلص 31 يناير ولا ايه؟ تلاقي الكل بيهرب منك ما يقولكش الحقيقه. ما تعرفش ليه؟ لا في بقى ابعاد ليها علاقه بالجماهير، ليها علاقه بانديه، مسؤول، مش عارف ايه الكلام من ده للاسف الشديد يعني. لكن الاهلي بيفكر في القيد الافريقي دلوقتي. انت بعد يوم 31 ما ينفعش تأيد اي حد في القائمه الافريقيه، اللي انت تقريبا عندك فيها سبع اماكن او ست اماكن على ما اتذكر. وبالمناسبه في اجتماعات خلال الساعات اللي جايه لكولر عشان يحدد الاسماء الموجوده، اولهم طبعا وسام ابو علي والحارس اللي هيرجع او اللي هيجي جديد، يعني علي لطفي كان رحل بشكل نهائي يعني. عمر كمال طبعا مش هيتأيد لان عمر كمال كان مع فيوتشر في القائمه الافريقيه بالكونفدراليه. خلاص؟ فعلي لطفي هو حارس النادي الاهلي الجديد في حاله انتهاء الاتفاقات اللي والتواصل اللي بيجرى الان بشكل ايجابي ما بين الكابتن محمود الخطيب وايضا مسؤولي نادي زد. انا بقول لك بالاسم الكابتن محمود الخطيب. خلاص؟ فده الموقف بخصوص ملف حراسه المرمى يعني. طيب ايه تاني في الاهلي؟ في الاهلي صلاح محسن بشكل رسمي الاهلي اعلن عن فسخ التعاقد مع صلاح محسن، وبصراحه ده كان قرار اتاخر شويه في الحقيقه، لان صلاح خد فرص كتير قوي مع النادي الاهلي ما توفقش فيها للاسف الشديد، رغم ان هو بيمتلك موهبه مميزه وقدرات جيده، لكن دايما العقليه بتفرق. لكن اتمنى يا رب كل التوفيق لصلاح محسن في خطوته الجديده اللي هي هتكون النادي المصري البورسعيدي. طيب هنا الناس هتقول لك هي الصفقه حصلت ازاي او تمت ازاي؟ مش هتكلم في العلاقه بين الاهلي ومصري، القصه معروفه. مش فيش تواصل، ما فيش تعامل، مش هيتواصل عشان برضه ابقى يعني محدد معاكم في التصريحات يعني او في المصطلحات. ما فيش تعامل، مش تواصل، ما فيش تعامل. يعني ما ينفعش الاهلي يروح يجيب، لسه ده ما حصلش، يجيب لعيب من المصري، والاهلي كان عايز مروان حمدي بقناعه تامه من كولر، انا بقول لك معلومه مؤكده، وما ينفعش المصري يجيب لعيب من الاهلي. حلو. هديك بقى حاجه من الحاجات اللي انا عرفتها. ان تم الاتفاق ما بين صلاح محسن والنادي الاهلي، وبناء على البيان اللي قاله النادي الاهلي من 10 ايام واكتر، كان صلاح محسن طالب ان هو ياخد الاستغناء بتاعه، ان هو يفسخ التعاقد ويختار النادي اللي هو عايزه. بس الاهلي مش عايز صلاح يروح نادي الزمالك، لان خلي بالك صلاح لو فري هيروح نادي الزمالك. فالاهلي مش عايز كده، حتى لو على المستوى الفني القصه مش هتفرق قوي بالنسبه للنادي الاهلي، لكن الاهلي ما كانش حابب كده. طب القصه مشيت ازاي؟ مشيت ان صلاح يفسخ عقده مع النادي الاهلي، والاستغناء يطلع موجه للنادي المصري. دي المعلومه اللي انا عرفتها، الاستغناء تطلع موجهه الى النادي المصري. بس العقد اصلا اتفسخ، وراح صلاح محسن دفع الفلوس بتاعت للنادي الاهلي لفسخ العقد، وطبقا للي انا عرفته المبلغ ما بين 7 و8 مليون، صلاح نفسه اللي راح دفعهم اكيد واخدهم من النادي المصري عشان يديهم للنادي الاهلي. انا بحط حضرتك في الصوره بكل التفاصيل. لكن التعامل ما بين الاهلي والمصري بشكل مباشر ده ما بيحصلش، مش موجود لحد دلوقتي، مش موجود، والاسباب طبعا معروفه للجميع. لكن الاهلي
بشكل نهائي ورسمي تتخلص، انا مش عايز اقول تخلص لانه في الاول وفي الاخر لعيب جيد، لكن استغنى عن صلاح محسن بشكل او باخر، واللاعب رحل بعد مشوار مع النادي الاهلي تقريبا امتد لحوالي 6 سنين. صلاح محسن بيحاول ان هو يثبت وجوده مع النادي الاهلي ولم ينجح وخد فرص كافيه في الحقيقه. ده بخصوص موضوع صلاح محسن. طيب اخر حاجه في النادي الاهلي، انا عندي كواليس مهمه في نادي الزمالك، اللعيبه الافارقه الخمسه اللي جم من غانا بعد سفر الكابتن هاني رمزي مدير اداره السكاوتنج بالنادي الاهلي. هقول لك بعض التفاصيل المهمه اللي ليها علاقه بالتطورات الخاصه بالمعايشه بتاعتهم في النادي الاهلي. هم 5 لعيبه، منهم 3 جنسيتهم من غانا، واحد من السنغال وواحد من نيجيريا. اللي من نيجيريا ده يا جماعه مهاجم حلو، واللي من السنغال ده مدافع. خلاص الاثنين مش قد كده، الاثنين مش افضل حاجه بالنسبه للنادي الاهلي. ماشي ادي رقم واحد. طب الثلاثه بتوع غانا، في منهم هم الثلاثه كويسين مش وحشين، في منهم باك ليفت مميز جدا، وفي اجماع على امكانيات هذا اللاعب و ان هو لاعب مميز، في اجماع من عدد كبير من المسؤولين في النادي الاهلي الجانب الفني بالتحديد، يعني الناس في القطاع قطاع الناشئين معجبين بالباك ليفت ده، هو غاني الجنسيه. وفي مدافع برضه في اعجاب بيه، هو غاني برضه بيلعب برجله الشمال. فدول الاثنين اللي شادين قوي خلاص، لكن الامر حتى الان لم يحسم بعد بخصوص التعاقد مع احدهما او اثنين منهم او ربما 3 على اقصى تقدير. ما اعرفش هتبقى الامور ماشيه ازاي او الاليه ازاي، بس انا بقول لك اخر حاجه احنا وصلنا لها يعني. فده برضو بخصوص اللعيبه الافارقه اللي بيختبروا في النادي الاهلي او اللي بيقضوا فتره معايشه. دي كل الكواليس اللي ليها علاقه بالنادي الاهلي النهارده. خلينا نروح لنادي الزمالك سريعا عشان عندي فقره ليها علاقه بالنقد الرياضي ونقادنا الصحفيين المميزين في نادي الزمالك. ايه التطورات وايه الجديد؟ اول صفقه لنادي الزمالك هو اللاعب الموهوب محمد عاطف، جناح طنطا. تقول لي طنطا دوري المحترفين ده لاعب يا جماعه موهوب، انا بقول لكم سالنا عليه كتير جدا وعنده موهبه، والبعض شبهه بمصطفى فتحي. عنده موهبه، بيلعب برجله الشمال، بيلعب جناح، لاعب رائع. فدي الصفقه الاولى اللي خلصت وتم الاعلان عنها من قبل طنطا. لسه نادي الزمالك هيعلن اقول لك امتى بالظبط والكواليس ازاي، لكن هو ده اللاعب الاول في صفقات نادي الزمالك اللي بينضم بشكل رسمي، وده موهبه كبيره. لو ما هبش الموقف هتشوفوا اضافه حقيقيه فنيه لنادي الزمالك باذن الله في الملعب. خلاص طيب اكمل لكم موضوع اللعيبه، لان الصفقه اللي بينتظرها مسؤولي نادي الزمالك هي على وشك الاتمام. مش مسؤولي نادي الزمالك، ده جمهور نادي الزمالك بينتظرها من 5 6 سنين. هو عبد الله السعيد اللي اتصور مع مسؤولي نادي الزمالك، لكن الصفقه لم تتم الا هذه اللحظه، لكن هي خلاص على وشك الاتمام بشكل رسمي. وحطيت حضراتكم في الصوره اول امبارح وقلت لحضراتكم ان عبد الله تنازل عن باقي مستحقاته من 6 شهور المتبقيه في عقده مع بيراميدز، وان الزمالك هيدفع مقابل مادي رمزي. لكن اللي عرفته ان اللي هيدفع من نادي الزمالك هيصل لحوالي 10 مليون جنيه في مقابل الفتره المتبقيه في عقد عبد الله مع بيراميدز. من المنتظر ده خلاص يا جماعه، ده محمد عاطف، ده محمد عاطف. انا دلوقتي بتكلم على عبد الله السعيد. فمن المنتظر ان عبد الله بكره هيصور الفيديو اللي هو بتاع التعاقد معاه ده، الفيديوهات اللي بتعملها الانديه دي. و البيراميدز على وشك خلاص اتمام الصفقه والقصه خلصانه. فعبد الله السعيد هو لاعب جديد في النادي الزمالك بنسبه 99.9%، 99.9%. الموضوع انتهى بخلاف مهاب ياسر هيتقال عنه برضه، في اسماء كتير قوي. تمام؟ فنادي الزمالك ماشي بشكل ايجابي لحد دلوقتي في موضوع الصفقات. طب هو الزمالك عايز مين تاني من بيراميدز غير موضوع على فكره سيف فاروق جعفر؟ في انقسام كبير، وفي 3 أعضاء في مجلس الاداره بالتحديد رافضين تماما عودته. الباقي شايفين ان مفيش مشكله، لان هو اتظلم المجلس الماضي، هم شايفين كده. فلسه ما بينه وما بين موضوع سيف فاروق جعفر خلاص. لكن اللاعب اللي نفسه نادي الزمالك يتعاقد معاه هو محمود صابر. وبيراميدز حتى النهارده نشر صور لمحمود صابر وهو في التدريبات، وانه عاد من جديد وهو لعيب موهوب جدا. بيراميدز عايز انه لو انتوا عايزين يا جماعه في نادي الزمالك محمود صابر ادونا محمد صبحي، احنا عندنا ازمه في حراسه المرمى، فندخل ده مفيش مشكله وايه والدنيا تخلص. لكن نادي الزمالك لحد دلوقتي متمسك بمحمد صبحي وعايز يجدد له.
فدي العقبه اللي موجوده في صفقه محمود صابر. طب محمد شحاته بيقترب جدا جدا من نادي الزمالك اللي هو لاعب وسط طلع الجيش، والنهارده في التدريبات الكابتن عبد الحميد بسيوني في تدريبات طلع الجيش يعني تقريبا لمح بشكل كبير جدا لرحيل محمد شحاته في اتجاه نادي الزمالك. بقول لك على كلام حصل في الطلائع النهارده في التدريبات من قبل الكابتن عبد الحميد بسيوني، شخصيه جميله ومحترمه وشاطر جدا، وقال لي عبد الرحمن شيكا معلش يا شيكا انت مش هينفع تمشي، لان عبد الرحمن شيكا نادي الزمالك برده كان عايزه لعيب كويس، فحتى عبد الرحمن متضايق كده من كابتن عبد الحميد بسيوني، وان احنا ممكن يمشي بس محمد شحاته، بس عبد الرحمن انت هتكمل معانا وركز معانا الفتره اللي جايه، لان عبد الرحمن شيكا كده كده هو معار من الانتاج الحربي، فطلع الجيش عايز ما عندوش مشكله ان عبد الرحمن يروح نادي الزمالك، بس في نهايه الموسم يكون هو فعل بند الشراء وبعد كده يبيع لنادي الزمالك عشان يستفاد من اللاعب. انا بقول لك بالظبط التفاصيل خلاص. فده موقف كمان عبد الرحمن شيكا. ايه تاني في نادي الزمالك؟ تعالى لي بقى في موضوع ناصر ماهر قبل ما اروح لموضوع المدير الفني. موضوع ناصر ماهر، اولا يا جماعه مفيش احمد عاطف مهاجم مودرن فيوتشر ده، انا امبارح بالتحديد تواصلت مع هيثم عرابي المدير التنفيذي او الرئيس التنفيذي لنادي مودرن فيوتشر، وسالته سؤال مباشر، قلت له انا سامع ان في تقارير بتقول ان ممكن الزمالك ياخد احمد عاطف، قال لي صراحه يا امير على لساني احمد عاطف ما جالناش اي عرض رسمي ليه من اي نادي، من ضمنهم نادي الزمالك مفيش اي عرض رسمي، واحنا اصلا بالنسبه لنا احمد عاطف غير قابل لللمس ومش هنستغنى عن احمد عاطف دلوقتي خالص، فالموضوع مقفول بالنسبه لاحمد عاطف، فجمهور نادي الزمالك ما يحطش امال على احمد عاطف خلاص، طبقا انا بقول لك على لسان هيثم عرابي. لكن الجديد اللي انا عرفته النهارده بخصوص ناصر ماهر، وهو اللاعب اللي قلت لكم من زمان قوي ان هو هيموت ويروح نادي الزمالك لو تفتكروا، المفاوضات بالنسبه بالظبط بنسبه 60% هو لاعب في نادي الزمالك. طب ايه المشكله؟ المشكله ان مودرن فيوتشر يا جماعه هم مستغنين عن الفلوس، هم مش عايزين فلوس، هم عايزين لعيبه. طيب مودرن فيوتشر عايزين كام لاعب؟ 3 خلاص، منهم لاعب حسم امره تماما هو عمرو السيسي، هو هينتقل في الصفقه دي ان تمت لمودرن فيوتشر بيع نهائي او انتقال نهائي، مش بيع ما فيش فلوس، انتقال نهائي عمرو السيسي ده اللي تم الاتفاق عليه بشكل نهائي. طب الاسماء الثانيه لسه ما بين طب ده طب ده طب ده طب ده، ده اللي حصل زي في صفقه عمر كمان مع النادي الاهلي، طب ناخد ده لا طب ده، تلاقي في يعني بشكل يومي تطورات بخصوص الاسماء اللي ممكن تخش في صفقه ناصر ماهر. القصه هتحسم خلال الساعات اللي جايه برضه الله اعلم، والله العظيم انا ما بقتش عارف القيد هيقفل امتى في مصر، ده الطبيعي عندنا. المهم فالناس شغاله على ان القيد هيقفل في 31 يناير بالتحديد في مسؤولي فيوتشر يعني، واكيد نادي الزمالك يعني ان لم يكن نادي الزمالك يعني او عنده معلومه اخرى المسؤولين هناك. المهم الثلاث لعيبه الاساسي منهم واللي خلص واللي تم الاتفاق عليه تماما هو عمرو السيسي في الصفقه بتاعت ناصر ماهر، الاسمين التانيين بيتم او جاري الاتفاق عليهم خلال الساعات الحاليه. خلال الساعات الحاليه في ناس بقى تقول لك عبد الله ضاده وكريم عبد الحق، وفي ناس تقول لك مش عارف عبد الله جمعه مطروح، في اسماء كتير جدا ايه مطروح. اللي هيستقر عليه في النهايه ايه نادي الزمالك او مع مودرن فيوتشر او مودرن فيوتشر بالتحديد يستقر ان هو بيختار اللعيبه، هنشوف خلال الساعات اللي جايه، بس قلت لكم الاسم اللي خلاص الموضوع محسوم بالنسبه له هو عمرو السيسي ان هو يخش في الصفقه دي. فنسبه اتمام الصفقه 60% لان الامور رايحه جايه يعني. ايمن حسين مهاجم منتخب العراق وهو مهاجم مميز جدا، معلش اسماء كتيره قوي في نادي الزمالك، لان انا بقول لكن في الاخر انا بقول لك ايه، بقول لك المعلومات اللي عندنا. ايمن حسين مهاجم منتخب العراق بيقترب جدا من انضمام نادي الزمالك، والموضوع بس في المقابل المادي اللي هيتقدم اللاعب بالدولار، اللاعب كان طالب 500,000 دولار لكن نادي الزمالك بيحاول يقلل المبلغ ده شويه. بس والله مش ذنب المجلس الحالي، بس انت بتتكلم في ابراهيم انضاي بياخد 600,000 دولار، انت متخيلين رقم كبير قوي يعني، لكن ده الموقف الحالي. اخر خبرين في نادي الزمالك عشان هاخد ضيوفي، المدير الفني هو خلاص جوزيه جوميز المدير الفني البرتغالي، هيوصل خلال ساعات، العقود تقريبا تم توقيعها والعقد هيكون مع نادي الزمالك لمده سنه ونص، وده جه بدعم كبير جدا من فيريرا اللي الناس خدت رايه، المدير الفني الاسبق لنادي الزمالك هو الراجل اللي قدام حضراتكم دلوقتي ده، دعمه جدا فيريرا واشاد بيه بشكل كبير، وقال ان هو هيكون اضافه لنادي الزمالك، فده مدرب نادي الزمالك الجديد، يتبقى فقط الاعلان الرسمي. النهارده الكابتن احمد سليمان عضو مجلس اداره نادي الزمالك كان متواجد في اتحاد الكوره عشان يجدول المديونيه اللي هي المفروض بتدفع كل في جدوله كده اتعملت المديونيه على نادي الزمالك كل فتره انتقالات، لو قلنا حضراتكم زمان قبل كده
وقلنا قريب ان نادي الزمالك اتحاد الكره طالبه بشكل رسمي عشان ال 15 مليون اللي بيدفعوا، مش 15 مليون جنيه كل فتره انتقالات يدفعوا فتره الانتقالات دي. فبالتالي كابتن احمد سليمان طبقا اللي عرفته نجح ان هو يجدول ال 15 نفسه بخلاف بقيه الفلوس، فدي برده حاجه من ضمن الحاجات اللي حصلت. دي كل الكواليس اللي ليها علاقه بنادي الزمالك. عايز اطمن بس جميل نادي الزمالك على محمود الونش، الموضوع كان بس في مباراه امبارح، مفيش اي حاجه اكتر من كده، فالف مليون سلام عليه، لعيب مهم. فاصل، وبعد الفاصل هينضم لي الناقد الرياضي الكبير احمد جلال والناقد الرياضي الكبير محمد ابو علي، وايضا زميلتنا العزيزه الاستاذه ملك موسى في فقره النقد الرياضي، كلام كتير جدا مهم بعد الفاصل بالبسيط. اهلا بحضراتكم من جديد، لسه مستمرين في بلس 90 في فقره النقد الرياضي تحديدا. بيشرفني وينورني زملائي واصدقائي الاعزاء والنقاد الرياضيين الكبار اللي وحشوني جدا، الاستاذ احمد جلال. يا استاذ احمد ازيك؟ ازيك يا استاذ امير، عامل ايه؟ الحمد لله. فينك؟ يعني كنا مختفيين عشان كنا حاسين بالقلق. وقد حدث ما قد حدث. وقد حدث ما قد حدث، وعشان كده لابس اسود. يعني ده اقل حاجه نعملها. اقل حاجه. كلنا لابسين اسود والله. يا ابو علي منورنا ومشرفنا. حبيبي امير، انت منور الدنيا، وسعيد بالتواجد طبعا مع الزملاء الافاضل، وان شاء الله تبقى حلقه كده يعني ان شاء الله باذن الله دمها خفيف بعكس اللي مرينا بيه من امبارح للاسف. يا ملك منورانا ومشرفانا. ربنا يخليك يا امير، سعيده جدا طبعا بتواجدي معاك، بس كنت احب ان انا ابقى موجوده في ظروف احسن من كده طبعا، كان بجد احنا في عزه للاسف الشديد يعني. طيب انا عايز اخد تعليق من كل واحد فيكم على المنتخب وعلى الاتحاد المصري لكره القدم، وايه اللي لازم يحصل خلال الفتره اللي جايه يا استاذ احمد؟ ولا هيحصل حاجه، لا حد ولا هيحصل حاجه كده وش، ولا حد هيستقيل. وكل اللي انت بتسمعه مسكنات واجتماع عاصف. والناس تقول لك كشف حساب، وناس هتقول لك الحساب هيجمع، واللي هنقعد نفس الكلام بيتكرر من ساعه ما انا اتولدت، من 50 سنه انت بتسمع نفس الكلام. وفي الاخر البنونه تكبر 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 تكبر، بعد كده ايه؟ نخش في الاهلي، نخش في الزمالك، نخش في الصفقات. ويناير هيبقى اللعيب هيبقى ايه؟ وانا امتد القيد. لا ده للزمالك، لا ده للاهلي، فلان رايح فلان جاي، والموضوع ينتهي وكل الدنيا تمشي زي الفل، وبعد كده الناس تتكلم اصل فيتوريا السبب. وفيتوريا جزء من الحلقه طبعا. طبعا ما اقدرش اقول لك لا. وفيتوريا راجل بياخد مرتب ما شاء الله رقم 2 في افريقيا، وهو الاولاني، الاثنين فشله، سواء هو جمال بالماضي. ماشي. دول اكتر اثنين فشله. لكن في النهايه ما حدش يقدر يقول ان فيتوريا ماشي، ما حدش يقول ان فيش حد هيفكر في اتحاد الكره ان هو يستقيل اصلا. بالمناسبه دي انا سامع ان الكابتن حازم بيفكر، يعني ما اعتقدش ما حدش هيستقيل. والناس دي هتكمل لغايه نهايه مدتها، والله اعلم ايه اللي هيحصل بعد كده. هي مدتها تخلص امتى؟ يعني مع اللجنه الاولمبيه 1/7 تبتدي فتح باب الترشيح السنه دي. بعد الدوره الاولمبيه 1/7 يبتدي فتح باب الترشيح، 9 تتم انتخاب مجلس اداره جديد لاتحاد الكره المصري. والموضوع هيمشي وهنفضل زي ما احنا كده. ما فيش ليه؟ مش هنضحك على بعض. ليه؟ ما هو عشان انت عايز تغير، تغير من كله. استاذ ابراهيم حجاز الله يرحمه قال لك اذا اردت ان تغير شيئا فعليك ان تبدا من القاعده. انت بتتكلم في راس الهرم وتقول في فساد، لا انت من تحت وما فيش. انت ما عندكش منتخب ناشئين، ما عندكش منتخب شباب، ما عندكش منتخب اولمبي، يا دوبك الحمد لله عدى وما فيش ولا لعيب من المنتخب الاولمبي معاك في منتخب مصر اللي انت بتقول ان انت بتجهزه ل 2026. يعني 2026 الناس اللي في المنتخب الاولمبي النهارده هيبقى عندهم كام سنه؟ 25 سنه. صح. في حد منهم موجود؟ ولا واحد. ولا واحد. ولا واحد. طب انت بتجهز لمين؟ كان كوكا واتصاب. كوكا بس. بس. وخلاص. يعني حتى الراجل اللي كان موجود اتصاب. فين بقى الناس اللي انت بتجهزها؟ يبقى انت عندك الموضوع كله متشعب، الموضوع كله يعني اللي حصل ده نتاج طبيعي لتخريب منظم بيحصل في اتحاد الكره، في الكره المصريه مش اتحاد الكره، بقى له فتره طويله جدا. ف مش عايز اقول الواحد يئس، بس عشان تغير صح انا اسف كل الناس اللي موجوده، والناس اللي ما كانتش موجوده او اللي ماشي كانت موجوده ومشيت، نقول لهم شكرا السلام عليكم. طب ما ده حصل في 2019. وبعدين جبت لجنه خماسيه قالت لك انا عندي ظروف مؤقته، ثم مشيت وجبت لجنه ثلاثيه قالت لك انا عندي ظروف مؤقته، ثم تم انتخاب مجلس اداره جديد لاتحاد الكوره. اول مره في حياتي اشوف اتحاد كوره بيتم انتخابه بالقائمه ومحدش يخش قصاده. محدش يخش قصاده. عشان يجي الناس المحترمه المبجله اللي قاعده على الكراسي. طب وبعدين؟ ما هو المشهد اللي قدامنا؟ ازمه كبيره. الحلول ايه يا ابو علي؟ بص يا امير، انا يعني وجهه نظري لو رجعنا كده ل 2006 و2008 و2010 هتلاقي النواه الرئيسيه للمنتخب اللي كمل معاك ده وفضل ياخد 3 بطولات ورا بعض وكان من اقوى المنتخبات في افريقيا قطاع الناشئين.
او منتخب الناشئين مع كابتن حسن شحاته. ماشي. عملت منتخب قوي جدا، جمعت لعيبه مميزه جدا، اشتغلت عليهم صح. صح. ابتديت المنتخب ده تعمل له ماتشات ودورات وديه، ابتديت تاخد بطوله افريقيا، تلعب في كاس العالم للناشئين وتحقق نتائج كويسه زي ما تكسب مثلا منتخب انجلترا. ابتديت تطلع من المنتخب ده عناصر مميزه تحط عليها الضوء وتشتغل عليها. ماشي. بالتبعيه اللعيبه دي تالقت مع الانديه بتاعتها، بالتبعيه يمكن بالصدفه جبت الكابتن حسن شحاته اللي هو كان مسؤول عن الولاد دول. للاسف كان بالصدفه فعلا. بالصدفه هي جت كده يعني. العمليه انت فاكر يعني ساعتها كابتن عصام عبد المنعم ساعتها كابتن عصام اصر عليه، وكابتن حسن شحاته كان عامل نتائج مميزه جدا مع المغرب. بعد طردلي انت عارف مين اللي كان جاي يا ابو علي؟ هو كان طردلي موجود ومشي. لا مين اللي كان جاي وكابتن حسن شحاته كان هيبقى مساعد ليه وما اتفقوش؟ مين؟ سيو بكير اللي كان ماسك الاتحاد الاسماعيلي. كان بتاع الاسماعيلي. فجأة انت اشتغلت صح، عملت منتخب كويس، حظك ان كان موجود مانويل جوزيه بعقليته وتغيير فكر حته ان انا اكتفي بالهزيمه بهدف او التعادل بره الارض، وابتدى يغير فكر اللعيبه مع المنتخب القوي مع الكابتن حسن، فابتديت تعمل منتخب قوي تشتغل عليه. ده اللي عملته السنغال، وده اللي بتعمله مالي، وده اللي عملته كاب فيردي دلوقتي، وده اللي بتعمله المنتخبات اللي عايزه تبقى توصل، والمغرب. انا كاتب المغرب والله نسيت، والمغرب. انت بتشتغل على القاعده الكبيره عندك، تبتدي تجمع من كل ربوع مصر لعيبه كويسه، بتشتغل على اللعيبه دي وتعدها، تبقى انت حاطط خطه كده طويله الاجل، ازاي انا ابني من دلوقتي منتخب يقدر يكسب مثلا بطوله امم افريقيا اللي بعد 10 سنين اللي هي هتتلعب في بلد كذا سنه كذا، وابقى مركز. لكن انا دلوقتي هاجي فيتوريا عنده مشاكل، عنده مشاكل، عنده يعني خبراته قليله جدا في افريقيا تكاد تكون معدومه، بدليل ان الراجل مخضوض، بدليل ان الراجل بيلعب كل ماتش بسيناريو، كل ماتش بتشكيل، كل ماتش بطريقه لعب، الماتش الواحد بيلعبه باكتر من طريقه لعب. تغييراته نفسها بتقول ان الراجل عنده مشاكل في مواجهه الفرق الافريقيه، بيتكلم في حاجات غريبه احنا اوريدي عارفينها، فكره الرطوبه والحر والكلام ده كله، دي حاجات عاديه بالنسبه لنا. فكل ده كل ده انا معاك ان التعاقد مع فيتوريا شابوا بعض الاخطاء لان ما عندوش بعض الخبرات اللي قلنا عليها، لكن فيتوريا ممكن يتغير، اتحاد الكوره ممكن يتغير، اللعيبه دي تعتزل، اعمل لا كل ده تمام. بس لو انت فعلا في ناس شغاله على الكره المصريه بتحب البلد دي، تشتغل من دلوقتي ازاي تعمل منتخب او تعمل يعني اسس لكره مصريه قويه تقدر تاكل الاخضر واليابس خلال الفتره الجايه. حته ان انت منتخب مصر اللي محقق 7 افريقيا، منتخب مصر اللي مش عارف الكلام ده، خلاص الدنيا كلها بتتطور. ده النهارده موريتانيا بتخرج بالعافيه من كاب فيردي. كاب فيردي بتعمل كره ممتعه، منتخب جامد جدا، بتعمل كره ممتعه. السنغال النهارده لحد اخر دقيقتين او 3 دقائق كانت غالبه كوت ديفوار، ولعبوا كوت ديفوار بضرب الجزاء وتعادلوا في اخر دقيقه ولعبوا اكسترا تايم لسه 1-1. ف يعني انا عايز اوريك التطور اللي بيحصل في افريقيا، واحنا لحد دلوقتي لسه بنتكلم اصل فلان اهلاوي فمحلي، وفلان زملكاوي ما ينفعش يلعب اللي قدام مش عارف ايه، لا واللي يقول لك اصل ده ذنب عواد، واللي يقول لك اصل ده ذنب حسين الشحات. ده انا نفسي نتكلم في النقطه دي يعني. لا لازم نتكلم فيه، عشان انا يعني لازم نتكلم ضد فكره حتى ان انا اشمت في البلد عشان خاطر لعيب في نادي يعني. او منتخب البلد عشان لعيب في نادي. فاللي بيحصل يا امير مش قصه دلوقتي امشي اتحاد كوره او اقعد اتحاد كوره او امشي فيتوريا او اجيب لعيبه، لازم. وانا كنت معاك هنا في حلقه من الحلقات وقلت لك تصفيات كاس العالم لسه قدامها تاخد سنتين. فلازم من دلوقتي نشتغل ان النواه بتاعه المنتخب تكون فيها اعمار سنيه متفاوته، ويبقى معانا لعيبه من المنتخب الاولمبي عشان يبقوا امتداد، لان بعد سنتين او 3 ممكن ما يبقاش فيه كتير من اللعيبه دي تبدا معاك تصفيات ما تختمش معاك. فهي بص عايزه فكر جديد جدا يعني، متطور وفكر مختلف عن الناس بتفكر فيه دلوقتي، عشان صالح البلد دي وعشان صالح الكره المصريه. بس مين يخطط بقى ومين يفكر؟ مين يخطط؟ احنا واخدين الموضوع كده بالحب يعني. للاسف الشديد انا متخوف يا مالك اللي قاله استاذ احمد جلال في الاول، ان مفيش حاجه هتحصل. انت شايف ان مفيش حاجه هتحصل؟ بصراحه هقول لك ليه. لان من امن العقاب اساء الادب. انت شفت اللي قبل كده كل اللي غلط اللي حصل معاه. طب انت دلوقتي جبت فيتوريا، ممكن تقول لي ايه الاساسيات اللي انت جبته عليها؟ ايه المعايير؟ طب اللي جابه وعمل الكارثه دي ويعني كلف خزينه الاتحاد او خزينه الدوله المبالغ في ظل ازمه الدولار عالميا، مين اللي هيحاسب عليه؟ طب فين الرقابه على الحته زي دي؟ هل هيبقى في حد هيحاسب على ده؟ على التعاقد مين اللي عمله؟ طب انت شفت ان هو عنده خبره المجلس، حلو، عنده خبره افريقيه، عنده خبره للمنتخبات، ما فيش اي حاجه. ايه بقى الاساسات اللي انت جبته عليها؟ يعني ما خدتش بالاسباب، انت ما خدتش باي حاجه. انت المفروض انت عندك اتحاد كوره على الاقل فيه 2 او 3 لابسين تيشيرت وشورت كانوا بيلعبوا كوره،
لكن انت عندك اتحاد كوره بعيد تماما في كل البعد عن الكوره. وحتى اللي بيفهموا في الكوره ما حطوش ولا معطيات ولا اساسيات خاصه بالكوره. فين؟ سيبك بقى من ده كله وسيبك من العك اللي بيحصل. هو كابتن محمد بركات فين يا جماعه؟ معلش يعني بمناسبه الكلام هو كابتن محمد بركات فين؟ مسؤول عن المنتخب الاولمبي. ايا كان هو مش عضو اتحاد. ما انا بقول لك اهو في اعضاء اتحاد كتير. حلو ما هو هو وغيره بس انا بتكلم على الكابتن محمد بركات بالتحديد. كلهم عملوا ايه دلوقتي؟ مستخبيين؟ شايلوا الليله لحازم امام. وفي ده اللي بيحصل بالظبط كده. بس انا شايف وجهه نظري ان مش حازم امام اللي يشيل الليله. انا بقول لك انا بقول لك بسالك ليه محمد بركات وفين الناس؟ حازم بس اللي يشيل بالظبط. طب وانت كرئيس اتحاد وكاعضاء اقول لك على حاجه، كفايه الكارثه ان عضو مجلس اداره بيقول لك انا ما اعرفش. فاكرين اللي هو انا ما اعرفش يعني حضرتك ما تعرفش. بص انا لك يعني انا لما اجي ابص على كامل الاحترام ناس شخصيات رائعه على المستوى الشخصي ناس نظيفه وناس محترمه وكل حاجه مفروغ منها يا جماعه. تاني اهو على المستوى الشخصي يا جماعه ناس محترمه وناس جميله. احنا بنتكلم في شغل. ايوه كان في شغل مهني. بتكلم في ايه بقى؟ مالك النقطه المهمه. انا لما اجي انتقي الناس اللي تدير الكوره في مصر بشوف الناس دي لا عملوا ايه في حياتهم في الكوره. يعني مثلا مع كامل احترامي لكل الناس اجيب حد مثلا رئيس نادي درجه ثالثه او ثانيه فمسك النادي. قصدك على المستوى الاداري؟ على المستوى الاداري أوكي. فمسك النادي بتاعه في الدرجه الثانيه هبط بيه للدرجه الثالثه. هيعمل بيه ايه بقى؟ فاجيبه انا يدير الكوره في مصر. ده هو اساسا فشل ان هو يرتقي بالنادي بتاعه في مجموعته او في البطوله اللي هو بيشتغل فيها او المنطقه بتاعته او المكان اللي هو مسؤول عنه او جاي من ناحيته. فيدير الكوره في مصر ازاي؟ تعالى بقى انت شوف مثلا على سبيل المثال هنروح لحد المغرب كده ونرجع. مين اللي بيدير الكوره في المغرب؟ فوز لكجع منصيبه ايه في الكاف وفي الاتحاد الدولي؟ منصبه كبير في الكاف نائب. الدعم اللي عامله البلد والفرق بتاع البلد والاهلي عانى قدام الوداد بسبب الملعب وحصل مشكلته واضحه. لا وسواء مع منتخب بيمثل ضغوطات رهيبه على الكاف وفي مواقف كتيره جدا لصالح البلد ولصالح الانديه المغربيه خاصه الوداد. فانا هنا انا بعمل مقارنه سريعه. بس معلش بصراحه برضو طب ما احنا كان عندنا الاستاذ هاني ابو ريده وما كانش عاجبنا بغض النظر. نفس تقريبا نفس انا بكلمك فيها يا امير. انا مش دلوقتي مش مع او ضد. انا بقول لك انا لما اجي ابص كراجل ناقد رياضي على مين بيدير الكره في مصر فارجع اشوف بقى الشغل بتاعه الاداري عمل ازاي او هو على المستوى الاداري نجح في ايه او فشل في ايه او حقق ايه. يعني مع كامل احترامي لحازم امام مثلا حازم امام اداريا كان يتولى منصب ايه اداريا او نجح في ايه اداريا؟ محمد بركات ايه المنصب الاداري اللي اشتغل فيه ونجح فيه؟ الاثنين كانوا لعيبه كوره هايلين مفيش زيهم. حازم كان ليه تجارب اداريه مع الاتحاد وفي نادي الزمالك في المجال السابق النجاح وفي نادي الزمالك كان موجود. كان مش بتكلم ان هم ما اشتغلوش لكن بركات ما كانش ليه اي تجارب اداريه قبل كده. انا بتكلم على النجاح يا امير النجاح. حصل طفره حصل مشروع حصل خطه حصل نجاح كسر الدنيا. فانا خلاص الراجل ده كادر اداري ناجح. لكن انا مش شايف حد مع احترامي في اتحاد الكوره. بركات كمدير منتخب مع كابتن حسام بدري. ايوه مع انا احنا بنتكلم على النجاح التجارب الاداريه. هو كلهم اشتغلوا اداريه. اتكلم النجاح الحاجات الاداريه اللي الناس دي اشتغلت فيها وكسرت الدنيا. أنا مش فبالتبعيه يديروا ايه الكوره المصريه. ده هي دي اصل المشكله. لا 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 انت عندك كارثه جايه. الكارثه الجايه بعد القرار اللي تم اتخاذه من سنتين ان انت تفتح الاستثمار الرياضي للناشئين في بعض الانديه استخدمته غلط. وده انا بقى بقوله لك وعلى مسؤوليتي ومن ارض الواقع ان في انديه فيها لعيبه مميزه جدا ما بيتايدوش. ليه؟ علشان اللي هيتايد الاستثمار. ما فيش معايير ان انت تدير استثمار رياضي للقطاعات ناشئين وفيها رقابه عليها. فبالتالي انت موتت مواهب كتير جدا جدا انت هتقدر تعملهم بعد كده طفره. دول اللي هيفضلوا ودول اللي هيحملوا اسم مصر. دول اللي هيعملوا منتخب مصر. انت عندك مين دلوقتي؟ انت دلوقتي طب نتكلم على السيزون الحالي الدوري المصري عندك ايه المواهب تقدر تقول لي؟ دوري هو ده دوري. انا بقول لك عندك ايه المواهب. سيبك من الدوري انت عندك مين مواهب دلوقتي؟ مين اللعيبه؟ قليلين جدا. مفيش. مين اللعيبه اللي تقدر ان او يصلحوا ان هم يحترفوا بره؟ مفيش. ليه؟ انت في ثلاث سنين موتت كوادر كتير جدا انت كنت هتستخدمها الفتره دي. وده بقى اللي احنا هندفع ثمنه السنين الجايه. ليه؟ كوزاره شباب رياضه وكاتحاد كوره فين الطرق او فين الاساليب الاداريه والرقابيه على الاستثمار اللي انت فتحته؟ انديه قليله جدا جدا في مصر اللي استخدمت الاستثمار ده صح. باقي الانديه اللي ما عندهاش موارد استخدمته كلها غلط. انا على يدي كان في لعيبه كويسه جدا جدا في انديه كتير وانديه مهمه. قال لك لا اصل ما فيش فلوس انا هاخد هايد لعيبه الناشئين اللي دفعوا.
اللي دفع فلوس اللي دفعوا ايده. اه طب ما احنا كده مش هنفلح. ما هو ده اللي بيحصل، وعلى فكره كلنا عارفين ده. فين بقى الدور الرقابي هنا من وزاره الشباب والرياضه؟ انت فتحت الاستثمار، هل مع الاستثمار اللي انت فتحته حطيت اليات عشان تعرف تدير بيها الاستثمار ده صح؟ علشان تقدر تحجم وتقدر تطلع مواهب، ولا سبتها مفتوحه؟ وده اللي احنا دلوقتي بنعاني منه وهنعاني منه. انت ما عندكش كوادر. بالتالي لو انت نزلت، عندي كوادر على المستوى الاداري ولا على المستوى الفني؟ بالظبط، انت حتى ما عندكش كوادر اداريا تقدر تدير. صح، في مشاكل كتير جدا اداريه أنا بقى وفنيه. حاجه يا جماعه، انا اللي غايزني حاجه يا استاذ احمد، ان يجي البعض من مسؤولي الاتحاد والمقربين من مسؤولي الاتحاد يزعلوا ان في هجوم على الاتحاد. ما اللي يزعل يزعل. لا انا بقول، لا انا بقول لك ان انت يعني زعلان من ايه كمان؟ يعني هو يعني نجح، هو نجح بالزبط. مثلا وحقق لمصر طفره او اسعد الشعب. لا ما هو ده يبين لك قد ايه مفيش مسؤوليه. انت فاهم ويزعل ان كمان السؤال هنا حاجه واحده بس، انت نجحت في ايه؟ من اول ما انت جيت، من اول يوم انت جيت، انت نجحت في ايه بالظبط؟ لو انت نجحت في حاجه واحنا ما اتكلمناش فيها كويس او ما اشدناش بيك، ليك الحق. لكن انت من فشل لفشل لفشل. تاني حاجه، الميزانيه اللي انت استخدمتها في الفتره اللي انت موجود فيها، الميزانيه دي والفلوس دي كلها عملت بيها ايه؟ وقدمت بيها تطور ايه؟ وفيها طفره ايه؟ مفيش، زيرو. امير البلد دي او الشعب ده بيتنفس كوره. اه طبعا، الناس امبارح ما تقعد تتفرج او تشوف في اماكن مفتوحه وتشوف الناس ورد فعلها وحاله الحزن اللي كانت موجوده عند الناس امبارح. انت قاعد بترسم سيناريو الكونغو برضو مش كوت ديفوار ولا السنغال ولا المغرب. ايه الكونغو بتقول لنا في الملعب اكسبونا؟ اه ده بدايه الماتش كمان يعني، ما كسبتش ولا ماتش وصلت ربع النهائي. فانت تكسب وتروح بقى الغانا، ويا ريت غانا مثلا الصعبه، هم في اسف غينيا في 16 غينيا موجوده في البطوله تتلخبط، اسهل غينيا في اسهل غينيا توصل ان انت تلعبها في دور الثمانيه عشان يعني انت في نص النهائي مستريح، واصل واصل سيمي فاينال مستريح. في سيناريو اسهل من كده؟ لا طبعا. وصعدت من غير ولا فوز، وصعدت بمتلقي 6 اهداف، وصعدت بسيناريو دراماتيكي يعني ما بيحصلش كل 20 سنه. وفي كل ده وفي الاخر غير اللعيبه ما كانتش مركزه اصلا ان هي تلعب المنتخب، ولا هي مركزه في الاعلانات؟ انت التركيز كان في ايه؟ الشيء بالشيء يذكر، معلش، في موضوع امبارح، ماتش امبارح ضربات الجزاء، وان مهند لاشين ما يرضاش يشوط ضربه الجزاء. انا يا جماعه بيني وبينكم يعني اي لعيب يقول لك اصل انا مش بعرف اشوط ضربات جزاء، اصل انا ما استحملش ضغوط، يبقى ده لعيب لا يستحق ان هو يكون موجود في منتخب مصر. طب لحظه بقى، لا يستحق ان هو يكون موجود في منتخب مصر. هو مهند انت موجود في منتخب مصر، ثواني بس، معلش بعد اذنك استاذ احمد، انت موجود في منتخب مصر عشان تتحمل المسؤوليه، عشان انت عندك المقاومات اللي تخليك تتحمل المسؤوليه، وعندك القدرات اللي خلت المدير الفني يختارك. لكن انت تروح تقول لا انا معلش اصل مش قادر، اعصابي مش مستحملش ضربه جزاء، اي واحد يعمل كده يا جماعه يبقى بصراحه ما عندوش مسؤوليه. اتفضل يا كابتن. في المدير الفني اصلا اللي عنده الشخصيه ان هو يمشي على اللعب، نازل الملعب علشان يشوط ضربات جزاء. اه ده هو نازل يشوط ضربات جزاء، ده الهدف من نزوله. ايوه عشان يشوط محمد هني عشان ينزل يشوط ضربات جزاء. مهند شاط قبل كده ضربه جزاء وضيع، لا وجاب في كوت ديفوار، جاب في الكاميرون بتاعي ماشي، وضيع في السنغال. طب تمام خلاص. المشكلة استاذ ان فيتوريا واقف يقول لهم مين هيشوط؟ اه عايز تشوط. أيوة. لسه انا قايله له ايه؟ بالتالي عندك مين مدرب عنده شخصية؟ ان انت بتحط الخمسة وبعد كده بتحط السادس السابع الثامن، وبتدي مثلا مساحة للتاسع والعاشر والحداشر. لا هو ده بيقول لهم مين هيشوط. فلعيبة وقفت زي اسماعيل ياسين في البحرية. فاسماعيل ياسين وقف وكل شوية يجيب احمد رمزي ويجيب عبد المنعم ابراهيم ويجيب معرفش مين، فالموضوع عمال يرجع لورا. فجت الأخيرة وهذه معلومة مؤكدة اللي أنا بقولها لك. ماشي. سئل لما قالوا مين هيشوط، فابو جبل كان جوه ال 18 ومهند واقف في نص الملعب. فبصوا لبعض فقالوا اذا كنت عايز تشوط خش شوت انت. فابو جبل خد الكوره وراح شايط فضيعها. ده اللي حصل بالظبط. فانت في النهايه ما عندكش المدير الفني اللي عمال حاطط السيناريو بتاع ايه والخطه بي والخطه جيم، مش موجود. مش عندنا موجود. سيناريو الاعلان، احنا عمالين نتكلم عن المواهب. طيب مين افضل لاعب في الدوري المصري؟ كلنا بنقول زيزو. ماذا فعل زيزو في البطوله؟ لا ولا حاجه، اداء متذبذب جدا للاسف الشديد جدا. يعني انا بص انا واحد من الناس ابو علي كنت بقعد اقول ايه، زيزو مظلوم مع المنتخب عشان صلاح بيلعب في مركزه. صح. فالراجل ده لو لعب في مركزه كان هو احسن لعيب في مصر. للاسف الشديد زيزو لعب في مركزه وصلاح مش موجود، وما اداش المردود المنتظر من زيزو اللي هو احسن لاعب في الدوري المصري. هي بقى عشان كده قلت لك بدايه كلامي، احنا بقى لنا 50 سنه بنقول نفس الكلام للاسف. هي القصه في كده، لا انت عندك مدير فني عارف الموضوع ولا حتى، وكان كابتن حازم اذا كان يلام فهو يلام هنا لان هو المشرف على المنتخب، والراجل ده لعب 96
98 و2000 و2002 اربع دورات اعتقد كافيه جدا ان انت تدي الناس خبراتك وتدي اللعيبه خبراتك. لكن كابتن حازم الفوجيت بفيتوريا كل شويه يقول لك ايه اصل رطوبه اصل حراره اصل انا اصل هو اتخض. طب ما انت كابتن حازم قاعد جنبك بيعمل ايه؟ كابتن ايمن عبد العزيز عنده خبرات كبيره. طب الناس دي قاعده جنبك ما خدتش خبراتها ليه؟ او يعني اما هم ما ادولوش يا اما هو عمالين يكلموه وهو مش مستوعب. والحالتين احنا قدام مصيبه نتج عنها اللي احنا شايفينه قدامنا ده يا جماعه. ففي النهايه برضو بسال سؤال، احنا في وسط التجريف اللي بنتكلم فيه مفيش مدربين مفيش لاعبين مفيش ممكن حد يقول لي مين المدرب المصري اللي يقدر يمسك منتخب مصر دلوقتي؟ في ناس بتقول لك حسام حسن. طب انت اصلا حرقت كل المدربين اللي عندك كل الكروت احترقت والله يا امير. يعني حتى بقول لك وانا بقول لك على مسؤوليتي وللمره المليون حسام حسن مرفوض من الجيل الحالي في منتخب مصر ومن اولهم واولهم محمد لا مش بس هو بالاسم اهو محمد صلاح احمد حجازي محمد الشناوي تريزيجيه محمد النني الخمسه دول رفضوا ما انا اقول بالاسماء ما حد رفضوا تماما وقبل كده مره واتنين ان الكابتن حسام حسن يمسك الى حد ان انا وجهه نظري لما كابتن حسن شحاته بص وكلف وتكلف الوزير بالجهاز اللي معاه كان معاه علاء كابتن علاء نبيل وكابتن حمد صدي بالاسم اهو وانا كنت قاعد جنب الدكتور اشرف صبحي وبرضه بقول بالاسم واختار الجهاز وكلم الاستاذ عمرو الجنايني قال له كابتن حسن شحاته جاي ومعاه كابتن علاء نبيل وكابتن حمد صدي قال له لا انا ما اتعاملش مع كابتن حسن شحاته اصل هو قبل كده زعل مني واتقمص لما شيكابالا اتخانق معاه فانا ما اقدرش اتعامل معاه قال له طب انت عايز تعمل ايه؟ قال له انا خلاص اتفقت مع كابتن حسام بدري قال له اتفضل انت الراجل المسؤول هات كابتن حسام بدري. بص الدنيا بتدار ازاي؟ للاسف. طب اديني الاضافه اللي كنت عايز تقولها سريعه عشان عايز انا بتكلم ان في مدير فني الراجل ما فيش فريق افريقي او حتى بره افريقيا تولى قيادته الا لما نجح معاه حتى زامبيا خد بيهم بطوله امم افريقيا هو هيرفي رينارد. الراجل عايز يسيب منتخب فرنسا لكره السيدات مدرب محترم جدا بنفس البادجت بتاعي بتاع روي فيكتوريا ممكن تخلص معاه بتليفون لان هو عايز يرجع افريقيا واعلن ده وجوده في بطوله افريقيا كمان بياكد الراجل عايز يبقى موجود. مع المغرب نجح مع زامبيا نجح مع بتالي كوت ديفوار نجح مع السعوديه نجح ما يعني مفيش لو ما خدش بطوله قاريه يصعد كاس عالم. راجل عنده خبرات في افريقيا مدرب شخصيته قويه طبعا ده من زمان نفسنا فيه في مصر ده. هل ليه دلوقتي ما اتحركش من بدري وكده الاتحاد ان هي هتفكر ان هي تجيبه ولا هتكمل بفيتوريا؟ هي هو ده السؤال. مش هيحصل حاجه اصلا على فكره مش هيحصل حاجه. هل حد من الاتحاد طلع واعلن عن مسؤوليته وحتى قدم كلمه اعتذار للشعب؟ لا ما فيش اي حاجه كله اختفى. هو الناس كانت بس سريعه كانت بتصالح بعضها هناك يعني حصلت مشكله ما بين الاستاذ خالد الدرندلي واللعيبه الكبار وعلى راسهم محمد صلاح بعد تصريحه الاول بعد الماتش الاول اللي اتكلم فيه في احدى القنوات وتصريح مرئي يعني بقولش حاجه ما حصلتش وقال اللعيبه ما قدمتش المردود الكويس وده امر غلط واحنا هنشوف الموضوع ده. تاني يوم على الفطار قعد معاهم لقاهم متضايقين. طب يا جماعه انتوا متضايقين ليه؟ تصريحاتك والناس بتقولها في مصر غلط وما اعرفش ايه. فراح مكلم الناس المسؤولين في الاتحاد راح عامل له تصريحات رسميه في الموقع الرسمي لاتحاد الكره عكس اعكاس اللي قاله في اليوم اللي قبليها. وبعد كده الدنيا وكان ما حدش سمع المداخله بتاعته او ولا كان في اي حاجه غريبه. يعني انت ما عندكش ناس شخصيتها قويه ان هي تاخد القرار وان هي تتحمل مسؤوليه. انت لو عندك ده بس مش موضوع شخصيه. لا اقول لك انت تقول حاجه وترجع فيها وبتاع عشان اللعيبه. انت لو انت عندك حد شخصيته قويه واداريا فاهم ويقدر ان هو يبقى صاحب قرار فعلا هتلاقي الموضوع اختلف 180 درجه. لكن هو القرار بيبقى للسوشيال، القرار للاعب عنده نفوذ في السوشيال فيقدر ان هو يسيطر عليها ودي كارثه. طب تسمحوا لي اقول بس رساله مهمه سريعا عشان عايز ادخل. قالها محمد صلاح للعيبه بعد الخروج امبارح من مباراه الكونغو. يا ريت. قال لهم فوقوا ولا يهمكم والله رب نصر الله قريب انتوا ان شاء الله هنوصل كاس عالم وافكركم بالايام اللي احنا فيها دي وهنفوق وهنقدر نوصل كاس عالم وهننتفض من اللي احنا فيه شدوا حيلكم اللي جاي احسن بفيتوريا. هو قال كده انا ما قالش بقى. انا هو قبل كده في المؤتمر الصحفي قال انا نفسي فيتوريا يكمل يعني ما انما هنا هو كان وجه رسالته للعيبه عبر احمد حجازي واللعيبه اللي موجودين في المنتخب الوقت. اتمنى ان الرساله دي برضو عايزين نقول له برضو رساله هل بخبرتك كمحمد صلاح ونجم العالم كله بيحبه انت شايف بخبرتك ان فيتوريا ينفع وانت عايزه يكمل؟ هو قال في المؤتمر. انا بقول لك هو بقى شايف ده دلوقتي بعد اللي احنا فيه. قال هيكمل قاعد
يعني بس ده رد يعني عارف دبلوماسي شويه او انقذ او كان موقف محرج لفيتوريا فالراجل تبرع بالرد يعني لكن عارف الاسلوب الرمادي ده بيودي الدنيا في داهيه في العموم في العموم الموضوع خد مننا مساحه كبيره لانه يستحق كده لان ده منتخب بلدنا يا جماعه واحنا زعلانين جدا جدا على الوضع اللي احنا واصلين له ولما بنيجي ننتقد الاتحاد او اي مسؤول عن الرياضه في مصر احنا بننتقد لمصلحه الكره المصريه لما نيجي نقول الناس دي لازم تتغير احنا مش بنتكلم في شخصيتهم نفسهم على قد ما بنقيمهم اداريا وبننتقد الشغل بتاعهم لكن تاني عايدها كامل الاحترام والتقدير لاي شخصيه موجوده على المستوى الشخصي لكن على المستوى المهني ده دورنا ان احنا نقيم كجماهير وان احنا نتكلم بمنتهى الوضوح. ايه اللي حصل في موضوع بسام وابو جبل في النادي الاهلي يا استاذ احمد؟ اخر حاجه عشان الناس كلها سمعت بسام وابو جبل وعلي لطفي علي لطفي كان رغبه ثالثه نعم هيقول محمود جاد وكان في محمود جاد فعلا زي ما انت بتقول بس انا كنت بستغرب محمود جاد جدا هي الناس حقيقة. ربطت بين فسخ عقد صلاح والمصري بامكانيه محمود جاد وكده لكن عايز اقول لك ان كولر ما كانش مقتنع تماما بان علي لطفي رجع لكن دلوقتي اللي عرفته ان كابتن الخطيب كلم كولر بنفسه وبعد العزب بتاع العمري فاروق رحمه الله عليه النهارده حصل اجتماع ما بين الاستاذ سيف زاهر والكابتن محمود الخطيب واعتقد ان بكره علي لطفي هيكون موجود في النادي الاهلي يبقى حارس جديد للنادي الاهلي او حارس قديم جديد يعود للنادي الاهلي ويبقى السؤال هنا من الذي سيحرس الاهلي في المره القادمه مصطفى شوبير ولا علي لطفي مصطفى شوبير هو اللي هيبقى رقم واحد وعلي لطفي هيبقى رقم اثنين ده ملخص مصطفى شوبير رقم واحد وعلي لطفي رقم اثنين بالظبط ودي وجهه نظر كلها مش وجهه نظر الشخصيه ماشي ماشي دي معلومه بتاعتك اوكي تمام وبسام كان في كلام طبعا ايه بقى اللي حصل في قصه بسام طلب سيراميكا كليوباترا مصطفى شوبير الاهلي رفض طب نجيب لعيبه تانية على سن ممكن يكون في حارس تاني ما حصلش توافق في النهايه يعني الموضوع ما تمش بسام طبعا كان عنده رغبه ان هو يروح النادي الاهلي لكن في النهايه الامر ما تمش ابو جبل كانت حاجات كريمه جدا اتحكت واتقالت وحاجات ممكن تحطها في اطار السكتشات يعني في ناس قالت لك ان الشناوي طلب ما اعرفش مين من المانيا وقال له انا ما اعرفش اتعامل مع ابو جبل اصله عامل لي اعمال اصله قال كده عامل لي اعمال ده ناس بقول لك تقارير سكتشات اوكي سكتشات بس سمعتها في ناس قالت ان في مشكله كهربا واصل الكهربا قال لك ما ينفعش معانا وكهربا ماله انا سمعت حاجات غريبه والثقه بكهربا والثقه بالشناوي لحد ان بعض الناس قالت ان وكهربا راح للدكتور محمد ابو العلا وبعد اصابه الشناوي بالهدف الثاني اللي جانا اللي جه في مرمانا في ماتش كافيردي شفت اللقطه دي فبص بقى الكلام اتقال ايه قال له قوم وما تركبش ابو جبل عليك بص الكلام يعني احنا سمعنا حاجات الكلام المنتشر يعني بس مش دي الحقيقه لكن في النهايه ما حصلش الكلام ده خالص أوكي. كل ما هنالك ان الاهلي بعد الماتش ما وصلش يعني لقناعه والراجل ميشيل يانكو كان عايز بسام رقم واحد وكان على لطفي الاخير لكن بعد اللي حصل ده بدا ابو جبل يبعد وبسام مش موجود فعلي لطفي اعتقد ان هو هيبقى الموجود في الوقت الحالي مع النادي الاهلي. طيب ابو علي انا قلت في الانترو ان الشناوي رافض فكره ابو جبل يكون موجود دي حقيقه وان بعض لاعبي النادي الاهلي كمان قالوا الكلام ده انت المعلومه اللي عندك ايه؟ انا معلومه اللي عندي ان مش الشناوي لوحده في كم او اكتر من لعيب رافضين فكره ابو جبل وانزعجوا او زعلوا من القرار وبلغوا ده لمارسيل كولر في الاول الاهلي ما يعني ما حطش في حساباته أيوة القصه دي ايوه بدليل انه خلص الصفقه وبعد رفض سيراميكا كليوباترا لترك بسام انا عايز بس اعقب على حته سيراميكا والاستاذ احمد يعني برضو معلش يعني هو موجود معانا فايه يستحملني دقيقه بس الاهلي في تعامله مع سيراميكا بيتعامل مع سيراميكا بمرونه كبيره جدا وفي لعبه كتيره جدا راحت من النادي الاهلي للسيراميكا انا فوجئت لما الاهلي طلب بيكهام الطلب بتاعه بالرغم من ترحيب بيكهام وبيكهام وكان اصراره ان يبقى موجود مسؤول سيراميكا رفضه رحيل اللاعب وقالوا الاداره والاداره قالت كابتن ايمن رمادي وكابتن ايمن رمادي يعني العمليه وده كان في كلامي من حد قريب من اللاعب يعني الموضوع كان قبل نهايه القيد بحاجات بسيطه ساعه ساعتين طب في حاجه لا 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 بيوم مش ساعه ساعتين لا ساعة لا. لا 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 ما فيش ساعه دي خالص انا عارف بس بقول لك ايه طب اسمعني بس ما فيش حد بيروح يتكلم حتى لو سيراميكا رفض ابو علي ما هو حقهم الناس بالظبط انا عايز انت عايز تيجي تتكلم على اللعيب حته معينه النقطه الثانيه بتاعت بسام سيراميكا قال والله احنا الجون الثاني بتاعنا علي الجبري ولد بيلعب في منتخب اولمبي فانت ادونا حمزه علاء حمزه علاء بيلعب منتخب اولمبي والاثنين في شهر 5 هيسيبوا النادي وبتاع فمصلحه النادي والكلام ده كله مع ان كان يقدروا يجيبوا مثلا اي حارس من الحراس
الحراس اللي موجودين كان طرح اسم عامر عامر او الزنفولي او بعض الاسماء اللي كانت بس برضه قرارهم موجود. فده يعني بالزبط. هم يعني اهل مكه ادرى بشعبهم، عايزين يلعبوا افريقيا، عايزين ياخدوا رابع، عايزين ياخدوا يحافظوا على كاس الرابطه، عايزين يلعبوا يعني ماشي. البطولات ماشي. فانا اتمنى من اداره النادي الاهلي لو في انديه بتتعامل مع النادي الاهلي بمرونه يبقى التعامل مع الانديه دي برضه بمرونه. في انديه بتقف قدام النادي الاهلي في مواقف يحصل نفس الامر مع الانديه دي. نقطه ايه يعني النقطه حابب اتكلم فيها في البدايه. النقطه الثانيه قصه بسام كان هو الاختيار الاول فعلا عند مارسيل كولر. ابتدى رفض سيراميك كليوباترا، انت ما عندكش وقت خلاص يوم 31 والقيد الافريقي اهم حاجه، مش قصه القيد المحلي كمان. فابتدت الناس تفكر في الخبرات، ابو جبل لعب منتخب مصر، لعب مع الزمالك افريقيا، فانت تركيزك كله في دوري ابطال افريقيا ومعاك طبعا بطوله الدوري، عندك فاينل كاس قدام الزمالك في شهر مارس، فعندك حاجات كتير انت بتفكر فيها اهمها دوري ابطال افريقيا. فقال اتقال يعني ان ابو جبل خبراته كويسه في افريقيا فهنجيب ابو جبل. اللاعب رحب وكل الاسماء اللي طرحها كلها كانت مرحبه، لكن اتقال طب الشناوي ممكن ينزل عشان قال مصلحه النادي الاهلي. ده اللي اتقال في النادي بالظبط، وابتدى حصل الكلام واوريدي البنك بعت الاستغناء بتاعت ابو جبل، والمفروض كان النهارده بعد ما يحصلوا امبارح ما عرفوش يوصلوا له عشان الماتش والمحاضرات، فالمفروض النهارده كان يحصل لو منتخب مصر كمل يبعت توقيع على الميل، لو ما كملش المنتخب يعني يستنوا لما ابو جبل يجي ويوقع. ماشي. فوجئنا كلنا بحاله يعني من الغضب من اللعيبه، او اللعيبه اتكلموا مع الجهاز الفني، الراجل ما اقتنعش. اتكلموا مع الاداره، ابتدت الاداره تتكلم مع مارسيل كولر وخدوا قرار بالتراجع عن الصفقه. دي القصه كلها تمام. ما حدش اتكلم على لطفي، الكلام كله مع اداره زد. علي مرحب جدا طبعا ونفسه من اول يوم كان زعلان وبيقول الناس كلها بتتكلم على بسام وبتتكلم على ابو جبل، ما حدش بيتكلم على عليا ويوي والكلام ده كله، فكان زعلان. الناس اتكلمت مع النادي، نادي زد مرحب جدا والامور شيء بيتحسم زي ما الاستاذ احمد جلال بيقول، ومن بكره ممكن الاهلي يتم صفقه علي لطفي اعاره للنادي الاهلي. طيب ملك عندك حاجات كتير قوي في نادي الزمالك، اديني بقى. اولا كده نصر ماهر وكل الناس عماله تتكلم عنه، طيب نجيب الموضوع كله على بعض عشان الناس تبقى فاهمه. ده موضوع ايه؟ نصر ماهر. نصر ماهر يلا اهم حاجه. اقول بس كوت ديفوار تاهلت على حساب السنغال في مفاجاه مدويه بضربات الجزاء الترجيحيه. والله قلت كده، مفاجاه كبيره قوي. السنغال خرجت من دور ال 16 5-4. يلا اولا الصفقه كانت بالظبط 10 ايام في مفاوضات دي ناصر ماهر. اوكي بين كابتن احمد سليمان وبين مسؤولي نادي مودرن فيوتشر. ماشي. واتفقوا على كل حاجه، كان الاتفاق على عمرو السيسي نهائي. أيوة. عمرو السيسي وعلى سيد نيمار وعبد الله محمد. الزمالك رفض سيد نيمار. ماشي. وقالوا هيبقى في بديل لاعب تاني 2003. ف مودرن فيوتشر رفضوا. بعد ما كابتن احمد سليمان سافر ابو ظبي في البطوله الوديه في الامارات، اللي حصل ان كابتن حسين لبيب تواصل شخصيا مع مسؤولي نادي مودرن فيوتشر وحصل جلسه فعلا وقعدوا مع بعض. ماشي. اتفاجئ ان في حاجات كتير جدا هم اتفقوا عليها هو ما يعرفش اي حاجه عنها. وده حصل فعلا، ما يعرفش حاجه عنها، ما يعرفش حاجه عنها حسين لبيب. قال له لا، يعني في القعده اتقال انا ما اعرفش ان ده الاتفاق تم كده، انا ما اعرفش ان الاتفاق تم كده. قال له لا حضرتك، احنا مبلغين ده كله لكابتن احمد سليمان وهو قال ان هو بلغ حضرتك. هنا بقى حصل اختلاف كبير جدا في وجهات النظر. وهنا اللي حصل المشكله، والجلسه تمت، وبعد ما تمت ما فيش اي اتفاق بينهم. ليه؟ خلاص ما هو عارف حاجات هو المفروض كان عارفها قبل كده. والديل ساعتها اتوقف. بعد كده تواصل مع مسؤول نادي مودرن فيوتشر حوالي 3 أو 4 وكلاء لعيبه. كل وكيل لعيبه بيتكلم باسم مجلس اداره نادي الزمالك. دي مشكله. خد بقى الاكتر ان في بعض الشخصيات المقربه من مجلس الاداره توسط كمان في الموضوع واتكلموا. هو ليه ما فيش تنسيق؟ ما انا بقول اتكلموا باسم مجلس الاداره. فهنا حصل كارثه. كمان مسؤول نادي مودرن فيوتشر قالوا لهم، قالوا لهم يا جماعه انتوا ناصر ماهر كان جاي له عرض، وده اول مره انتوا هتعرفوه. عرض بمليون دولار من تركيا في شهر 9. فانت الديل كان تم اصلا. ماشي. وبسبب الموضوع ده وبسبب بعض الشخصيات اللي اتدخلت خلال ال 24 ساعه الديل توقف حتى الان. توقف. طيب بس ربما يحصل مستجدات يا جماعه برضو عشان دي جزئيه. هيبقى في المفروض بكره جلسه لحسم الامر بين كابتن حسين لبيب وبين دكتور وليد. سريعا كملي صفقات الزمالك بقى اللي خلصت. احمد عاطف عشان لازم اختم حالا. احمد عاطف يا جماعه في مودرن فيوتشر، انا اتاكدت
الناس كلها قالت خلاص الزمالك خلص معاه، الزمالك ما قدمش عرض رسمي، الزمالك ما فتحش الموضوع. حلو. كابتن حسام حسن عبد الله السعيد قرر ان هو يكمل. عمر وائل ده برضو حاجه مهمه جدا وهننفرد بيها هنا. عمر وائل اللاعب ما خلص لسه في البرتغال، هو جه هنا فعلا القاهره امبارح وحصل جلسه مع مسؤولي الزمالك، هو 2005 لكن لغايه دلوقتي اللاعب ما وقعش للزمالك. في اربع انديه في الدوري المصري داخلين في الموضوع، وفي ناديين ممكن يحصلوا على توقيع اللاعب خلال الساعات اللي جايه. تمام. الزمالك ايه اللعيبه اللي خلصت؟ طب بسرعه اختم معايا باللعيبه اللي خلصت رسمي. عبد الله السعيد خلص. سيف جعفر. سيف راجع. ياسر ماشي. حمد، مهاب ياسر. محمد عاطف خلاص. ناصر ماهر لسه. محمد شحاته. خلص محمد شحاته. خلاص كده تمام. ايمن حسين. ده ماشي. تمام كده الزمالك قرر ده بتاع العراق. اوكي وده هيبقى خلال ايام هيجي. كمان الزمالك قرر تمديد محمد عواد، محمد صبحي، اوباما. دي كلها اخبار سعيده اعتقد لجماهير نادي الزمالك. للاسف الوقت داهمنا واكيد كان عندنا ملفات كتير جدا عايزين نتكلم فيها، لكن الحلقات ان شاء الله كتير قريب جدا. يا استاذ احمد نورتنا وشرفتنا، شكرا جزيلا. الزمير وقطر القطري طلب عمرو عبد المنعم معارض 3 مليون دولار وممكن يوصلها ل 4 مليون فعلاً؟ دولار. وكان في شركه انجليزيه لاحد الانديه الانجليزيه كانت بتتابعه لكنها صرفت النظر بعد ادائه في كاس الامم. لا هي مش شركه انجليزيه، هو الوكيل بتاعه انجليزي. عبد المنعم هي شركه تسويق انجليزي. الايجنت بتاع عبد المنعم اصلا انجليزي. هيوافق الاهلي؟ هيوافق؟ ما اعتقدش. طيب بشكرك شكرا جزيلا استاذ احمد، نورتنا وشرفتنا. بشكرك يا ابو علي، نورتنا وشرفتنا. بشكرك يا ملك، نورتنا وشرفتنا.